السلام عليكم طلاب، وياكم علي حسين طالب كوفة مرحلة ثالثة. بهذا الفيديو راح ناخذ السيشن الثالث الليكتشر الأول اللي هو الـ Puberty and Menopause. زين، مثل ما تعرفون الطريقة المعتادة مالت إنه أول شيء نشرح على الرسم والتوضيحات وراها نروح على الملزمة. راح أقسم الموضوع هذا إلى ثلاث أقسام. أول شيء الـ Puberty اللي هي البلوغ، راح نباع على الرسومات وراها نروح على الملزمة نقرأها. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني هو شنو اللي البريكوشس بيبرتي، هو البلوغ المبكر، هم نفس الطريقة، صور ويعني رسومات وراها ملزمة. والموضوع الثالث اللي هو القسم الثالث والأخير هو المينوبوز، أيضا نفس الطريقة مع الرسم والنوحة الملزمة. فهسه نبدأ أول شيء بالبيبرتي. أول شيء خلينا نقعد نقرأ الموضوع هنا ونفهمه. زين شباب، بس هذا هنا أنا راس معاني هو شنو؟ هذا هنا عندنا البرين، البرين هذا فلم وقف الحمد لله والشكر. خل نحاول نعلي الايد، وقف القلم. زين إيه هذا شنو؟ هذا برين. اوكي، هاي شنو؟ الهايبوثالاموس. هذا الهايبوثالاموس وهاي البيوتيريجلاند. فهذا اي كبر اني كبر ناس وانا بهاي الطريقه. هذه الهايبوثالاموس اوكي، وهذا هاي طبعا الهايبوثالاموس فقط هذا فوق اوكي، هذا جوا البيوتيريجلاند. هاي انتيرير بيوتيتري جلاند، هاي بوستيرير بيوتيتري جلاند. انا يا هو اللي يهمني هنا يهم انتيرير، البوستيرير ما اللي دخل بيه بعدين ناخذ مواضيع ثانيه. زين شبابنا، هسه هاي احنا اخذناها بالمحاضره مال الفسيولوجي وعرفنا انه هذا الاناتومي والهايبوثالاموس بيوتيتري جلاند. طبعا عرفنا انه ايش راح يصير، عرفنا انه الهايبوثالاموس راح يفز للجي ان ار اتش جوندروتروفيك ريليز هرمون، والجي ان ار اتش يروح على الانتيريور بيتوتري. شو يحفز لي؟ يحفز لي افراز الجوندروتروفين او الجوندروتروفيك هرمون اللي شنو هي؟ ال اتش والاف اس اتش الوتلايزنج هرمون والفوليكولار استيمليتنج هرمون. زين، فاذا هاي الشغله عرفناها واخذنا عليها هواي معلومات. هسه اريد نعرف احنا يابا هاي البيوبرتي الشوك تبني البلوغ. زين، انولد الطفل من عمره واحد الى عمر ايش قد راح تبدي العلامات مال البلوغ تطلع عليه، وليش تطلع وشو راح تطلع. زين، اول شيء راح ناخذ ميل وراح ناخذ فيميل، لان كل واحد يعني طبعا يكون العمر مختلف مال البلوغ. زين ماشي، قبل لا نبدي نشرح شلون تصير البلوغ او البيوبرتي، مثلا واحد يسالني يقول يابا هو ليش ما يصير بلوغ من البدايه من البيرث، يعني اول ما يولد الطفل يولد بالغ، ليش يعني بعدين تظل كم سنه يا الله يصير البيوبرتي؟ نقول يا بشوف اكو فد في شيء يسموه نيورال ميكانيزم. نيورال ميكانيزم يعني فد ميكانيكيه تكون عصبيه هيك شيء. هاي شو تسوي هاي الميكانيزم؟ هاي الميكانيزم تثبط افراز الجي ان ار اتش من الهايبوثالاموس. الثب هو مو هذا الهايبوثالاموس يعطيني شنو؟ جي ان ار اتش، هي تثبط هاي العملية. تمام، فإذا أنا ما عندي جي ان ار اتش معناها شنو؟ معناها ما عندي يعني جي ان ار اتش ما موجود، فما راح يحفز انت بتري. بالتالي ما عندي شنو؟ ما عندي لا اف اس اتش ولا ار اتش. تمام، هذا شنو؟ هذه النيورال ميكانيزم لقوا انه علماء لقوا انه هاي موجودة بالطفل اول ما ينولد فروم بيرث لحد ما يوصل الى عمر البلوغ. هذه هي الميكانيكيه اللي تمنع لي البلوغ، والا شنو؟ والا الهايبوثالاموس تكون يعني متكونه وويل ديفلوبد بالطفل اول ما ينولد، والانتيريا بتسي تكون موجوده بالطفل اول ما ينولد. بعد شنو؟ الهايبوثالاموس بها الجوندروتروفيك هرمون اول ما ينولد الطفل موجودات هنا، والانتيريا بتسي ايضا موجودات بها الجوندروتروفيك هرمون اللي هي اف اس اتش والال اتش موجودات وجاهزات. بس شنو؟ بس ماكو محفز. ليش ماكو محفز؟ لان اكو فد ميكانيكيه تمنع لي التحفيز. هذا الميكانيكيه تبقى موجوده لحد ما يصير عمر الى سن البلوغ. هسه نجي ميل وفيميل. بالنسبه للميل فهو ليش وقت راح تبقى هاي الميكانيكيه تمنع لي البيوبرتي؟ بالميل شباب راح يكون الى عمر 9 سنين، يعني من عمر واحد الى 9 هاي النيورال ميكانيزم تشتهر او تمنع البلوغ. من عمر 9 فما فوق راح تبدي علامات البلوغ تظهر عليه. هذا الميل، فهو يكون تقريبا من 9 الى 14 سنه البيوبرتي عند الميل. اوكي زين، هسه خلينا نقول اوكي وصل الميل، وصل الذكر عمره 9 سنين.
ايش راح يصير؟ انقلع من وصل 9 سنين هاي النيورال ميكانيزم اللي تمنعني ريليز الجونادوتروفين هرمون راح تروح. فايش راح يصير؟ الجونادوتروفين او عفوا الجونادوتروفين ريليز هرمون راح يروح راح ينفرز من الهايبوثالامس اول شيء، وبعدين راح يجيني اليمين على الانتيريور بيتال جلاند يحفزها ايش تفرز. هاي انتيريور بيتال من يحفزها ايش تفرز، يحفزها تيجي هذا سهم جاري للميل يحفزها ايش تفرز عافيه اف اس اتش، والله اللي هي شنو هي جونادوتروبيك هرمون. زين هسه هاي عرفناها ماشي، مثل ما نعرف يا شباب انه الاف اس اتش راح يروح يشتغل على اليمين على السيرتونسيل، شو يسوي؟ سبرماتوجينيسيس. اذا اول شيء صار عنده الميل من وصل 9 سنين تبدا عمليه تكوين النطف، عمليه سبرماتوجينيسيس اول شغله. بعد اللوتينايزنج هرمون على اليمين يشتغل على اللايدنج سيل، وشو يسوي لنا اللايدنج سيل؟ يسوي لنا افراز التستوستيرون. زين التستوستيرون شو يسوي شباب؟ اخذناها محاضره سابقه. التستوستيرون راح يسوي اول شيء الجينيتاليا ديفلوبمنت او الجينيتال اورجان اوف ذا ميل ديفلوبمنت، فراح يحولها الى الادولت فورم ادولت الى الادولت جينيتاليا. طبعا جاي اكتب بيدي هسه فلذلك خط شويه مجعمر لان القلم ما بيشحن. زين فراح يحول الجينيتاليا الى الادولت تايب او الادولت فورم اوف جينيتاليا اوف ذا ميل. هسه هاي شنو؟ التستوستيرون. بعد شو يسوي التستوستيرون؟ يسوي بيوبيك هير ديفلوبمنت، يعني يسوي له يعني يحفز تكوين البيوبيك هير اللي هو شعر العانه هذا عند الميل. طبعا هذا هم موجود عند الفيميل بس بعد شوي نشوفه. اذا هاي بعد شغله. بعد شو يسوي التستوستيرون؟ يسوي له جروث سبوت. شنو معنى جروث سبوت؟ يعني يبدي الميل يزداد، يبدي الذكر يزداد بالطول، يزداد بالطول شويه شويه. زين ليش يزداد بالطول؟ هاي عمليه راح اشرحها بعد شويه، عمليه الزياده بالطول ليش تصير. بس عرفون انه راح يصير عندي زياده بالطول. اوكي زين، اذا هذا بالنسبه للميل 9 سنين بدات تظهر عنده هاي العلامات لحد ما وصل 14 سنه خلاص صار بلوغ تام، وهذا صار ميل يعني صارت عنده عمليه بيوبرتي بشكل تام. اوكي نروح على الفيميل. الفيميل راح تبدا عمليه بيوبرتي بيها بشكل مبكر، بالذكر بدت 9 سنين، بالانثى راح تبدي 8 سنين. يعني شنو؟ يعني من توصل الفيميل عمرها 8 سنين ايش راح يصير؟ عفيا النيورال ميكانيزم راح تروح اللي تثبط لي الجي ان ار اتش. فشنو الجي ان ار اتش؟ راح ينفرز، يجيني الجي ان ار اتش يحفز انتيا بتري ايش تفرز؟ عافيه تفرز دي اف اس اتش والله اتش. شو يسوون هذني بالفيميل؟ خلينا نجي نعرف هسه. الاف اس اتش راح يروح على جرانيولوزا سيل. شباب اخذنا ميكانيكيه بالسيشن الثاني انه تتكون، ما قلت لكم يا بي من ينفرز اف اس اتش والار اتش عند الفيميل؟ اول شيء الار اتش راح يروح على الثيكا سيل يفرز الاندروجين. وراها شو يصير؟ وراها هذا الاندروجين راح يروح يطب لي بالجرانيولوزا سيل، والجرانيولوزا سيل تحولها عن طريق فد انزام معين بتحفيز اف اس اتش الى شنو؟ عافيه يتحول اندروجين الى استروجين. فبالتالي الاف اس اتش والار اتش اثنين يساهمون بافراز الاستروجين عند الفيميل. هسه هذا الاستروجين انفرز ايش راح يسوي لي عند الفيميل؟ راح يسوي لي ثلاث شغلات. اوكي نجي اول شيء تيلاك. شنو تيلاك؟ يبدي بريست ديفلوبمنت، تكوين البريست عند الفيميل يبدي، هاي بس في الفيميل ما موجوده بالميل. زين ادرينالك، ادرينالك هي نفسها البيوبيك هير ديفلوبمنت بس هاي اسمها ادرينالك، يعني هي نفسها. هنا هم اقدر اقول ادرينالك هي بيوبيك هير ديفلوبمنت نفس الشيء. زين بعد مينالك اللي هي يعني اول منستر سايكل، اول مره يصير منستريشن عند الفيميل يسموها المينالك، هي فيرست ابيسود اوف منستر سايكل. زين فهسه هاي بالنسبه للبيوبرتي بالميل ايش وقت يصير، بالفيميل ايش وقت يصير. زين وش راح يحدث عندما تحت تصير عمليه البيوبرتي؟ اوكي هسه هاي عرفناها ماشي. تذكرون قلت لكم قبل شويه الجوس سبورت، هاي يعني مو سبورت، سبورت يعني شلون نقصد بها؟ مو رياضه، لا يعني شلون زياده هيك شيء. فهذه العمليه يعني التستوستيرون ليش راح يسوي لي زياده بالطول؟ زين الاس واحد يسالني يا بالاستروجين هم يحفز زياده بالطول عند الفيميل؟ طبعا يحفز الاستروجين، هم يحفز زياده بالطول عند الفيميل، والتستوستيرون يحفز زياده بالطول عند الميل، هاي سميناها جروث سبورت. زين هسه هاي ليش تصير؟ ليش تصير زياده بالطول؟ هسه نعرف.
شباب شوفوا يعني. ستكون هذا اسم مال العظم الغثيث اللي كان عندنا بالسادس، هذا هنا الخلايا مال البون الاندوستيوم، اوكي هاي اللي طبعا هي شو يسموها الاوستيو بلاست، اوكي زين. هذه داخل العظم اكو شنو هذني اوستيوسايت الخلايا العظميه هذني، هذين تفاعل طلع منها هسه ما يهمني يعني، هذا تهمني هاي الخليه اللي هي اوستيو بلاست. شو اسمها؟ اسمها اوستيو بلاست. خلينا نشرب مي زين شباب. الاوستيوكلاست شنو وظيفتها؟ مثل ما نعرف انه بالعظم عندنا خليتين، خليه اسميها اوستيوبلاست تحفز لي نمو العظم، وخليه اسميها اوستيوكلاست اللي شنو اللي شلون تاكل العظم، يعني شنو يعني تهدم العظم، تسوي له بون ريزوربشن يعني تهدم العظم. زين ايش راح يصير شباب؟ لقوا انه الاستروجين والتستوستيرون هم يعني الاثنين يحفزن النمو، شو يسوون؟ الاستروجين والتستوستيرون، طبعا خليك التستوستيرون وياها تستوستيرون، لقوا انه هذني الهرمونين عند الفيميل وعند الميل ايش راح يسوون؟ راح يجن يثبطن الاوستيوكلاست. هسه انا قلت لكم قبل شوي انه الاوستيوكلاست يسوي لي يعني هدم للعظم، هنا راح يثبطنها يعني راح يوقفنها بعد ما تشتغل. اذا ما تشتغل بعد العظم يصير له هدم؟ لا بعد ما يصير هدم. اذا ايش راح يصير بي؟ راح يصير بي فقط بناء، لذلك راح يبدا العظم يزداد بالطول، يزداد بالطول. زين خلينا نشوف بعد شلون. بس هي اول شغله يسوونها هذني هرمونين انه يثبطن الاوستيوكلاست. بعد هذا شباب عظم، اوكي هذا بون، هذا الابيفيزس، هاي الطبقه مالته الابيفيزس، وهاي يسموها الديافيزس هنا، وهذا شنو ايضا ابيفيزس. زين شباب مثل ما تعرفون انه العظم مو بيفد نهايه، هاي النهايه اللي هي الابيفيزس، هاي تكون شلون يعني لها قابليه على زياده بالطول. اوكي ليش تزداد بالطول؟ تزداد بالطول لان اكو شيء يسموه ابيفيزيال بليت، هذا ويا هنا. هذا شنو؟ هذا عباره عن كارتليج فد غضروف، يعني فد بليت غضروفي. هذا شو يسوي؟ هذا يسوي لي زياده بالطول، يعني هذا يكون لي خلايا جديده، تجي خلايا هنا ويكون خلايا تجي من هنا، فالنتيجه تلاحظ انه العظم راح يطول منا ويطول منا. يعني خلينا نرسم فد رسم، اوكي خلينا نرسم فد رسم، هذا هنا مثلا خلينا نقول هذا هنا عظم، هذا هنا مثلا بعده صغير، اوكي هنا عندي هاي اللي بفيزر بليت. ايش راح يصير؟ ايش راح يصير بالعظم؟ راح يجي العظم ويطول. اوكي خلينا نجي نرسمه مثلا صار هيك، اوكي اشيل هذا العظم ايش رسمت؟ اي مثلا صار هيك. اذا شنو؟ اذا زاد بالطول ليش؟ لان هاي اللي بفيزر بليت جاي تكون خلايا هنا وتكون خلايا هنا. هسه هاي عرفناها. شنو علاقة الاندروجينز اللي هي السكس هرمون الاستروجين والتستوستيرون بهاي العملية؟ شباب شوف خلي مثلكم اياها فد قصة معينة. لنفرض انه عندك خلينا نقول موبايل شحنه 50%، زين هذا الشحن راح نفرضه هو نفسه هذا اللي بفيزر بليت، يعني هاي خلينا نقول مثل شحن الموبايل من يكون 50%، انت من تستعمل الموبايل مو راح يبدي الشحن يقل شوي شوي من 50 ينزل الى ان يوصل صفر، اذا راح تبدي تستهلك بالشحن، تستهلك الشحن، بس مقابل ذلك ايش راح تحصل؟ راح تحصل شغل، راح مثلا تسوي فد مهام بالموبايل او تبع شغلات او تبع مسلسل، فاللي راح تسوي انه انت راح تستفاد راح تحصل شغل، واللي يصير انه راح يصير يعني استهلاك المن للشحن. هنا شنو الربط؟ هنا الابيفيزر بليت احنا راح نبدي نستهلكها، يعني عدة الطفل تكون موجودة هاي عدة الطفل، بس من يبدي هذا الطفل ينمو شوية شوية ويبدي عظامه تكبر، هاي راح نبدي نستهلكها، فهاي راح يصير شلون الشحن من استهلكنا، فهاي راح تبدي تقل، يصغر حجمها، يصغر حجمها لحد ما تختفي، من تختفي ايش راح تعطيني؟ يعني هي كل ما جاي يصغر حجمها يعني بما يعني راح يصير جاي يصير عندي زيادة بالطول مال العظم، شلون؟ نفرض انه حجمها هيك. زين؟ هاي فد فرضي عم نفهم حجمها هيك ماشي هنا من بدا العظم يزداد مو قلنا اللي هي راح تساهم بزياده يعني طول العظم فايش راح يسوي لي؟ استهلاكي منها وصل حجمها هيك بس بالمقابل شنو؟ العظم زاد طوله وصل كان هيك طوله وصار هيك طوله
واخير شيء راح تصير هيجي وبعدين شنو تروح بعد ماكو بعد ما هي تختفي. هذه مثل سالفه الشحم، الان استهلكتها كلها، بس مقابل ذلك شنو حصلت؟ زياده بالطول مال العظم، حصلت زياده بالطول مال العظم. زين، فاخير شيء من هاي تروح الابيفيزيال بليت، هذا المكان اللي بيض هذا بعدين يختفي. ايش راح يصير بي؟ راح يصير بعدين ايش راح يصير يختفي؟ راح يصير اندماج الابيفيزيس هاي وياها بالديفيزيس، هذا يسموه شافت اوف ذا بون. اوكي، هذا شافت اوف ذا بون وهذا الابيفيزيس. فهو شنو اللي يفصل الشافت عن الابيفيزيس؟ عافية يفصلها الابيفيزيال بليت. فاذا الابيفيزيال بليت صار لها استهلاك وراحت، راح تندمج الابيفيزيس بالشافت اوف ذا بون، وهاي يصير شنو بالادولت يعني بالبالغين مثلنا هسه احنا. اوكي، راح تكون هاي بعد العظم مدموج، بعد ماكو زياده بالطول مال العظم. لذلك البالغ يقول هذا مثلا وصل حد معين، هذا بعد ما يطول. ليش بعد ما يطول؟ لان عظامه صارت بهن اندماج، يعني الابيفيزيال بليت مالته راحت خلاص شحنها، اندمجت الشافت مال البون بالابيفيزيس، الابيفيزيال بليت راحت، فبعد ماكو زياده بالطول. اوكي ماشي، شنو علاقه الاستروجين والتستوستيرون في هاي العمليه؟ شبابنا لقوا انهم الاستروجين والتستوستيرون يسارعا بعمليه استهلاك هاي الابيفيزيال بليت، يعني يساهمن بالنمو مال العظم. اوكي اعيدها، لقوا انه هذين الهرمونين راح يجن، شو يسوون؟ راح يجن على هاي الابيفيزيال بليت يحفزن النمو بشكل اكثر، فراح نبدي نستهلك بالابيفيزيال بليت هاي، نستهلك بيها، بنستهلك بيها ايش راح يصير بيها؟ راح يقل حجمها، ومن يقل حجمها جاي يحصل بمقابل ذلك زياده بالطول مال العظم. اذا هي ايش سوت لي الاندروجين الاستروجين والتستوستيرون؟ حفزن لي زياده بالطول اوف ذا بون. ليش؟ لان شنو؟ لان هي تزيد من استهلاك هاي الابيفيزيال بليت. هسه لحد هسه فد اساس لهاي العمليه، لان هاي راح ارجع لها بالبريكوشس ابيليتي. اوكي زين، فهسه الهن تاثير الاستروجين والتستوستيرون، اول شيء ثبطن الاوستيوكلاست، وثاني شيء شنو؟ يسوون زياده بالتول اوف ذا او يطولن العظم نتيجة استهلاك الابيفيزر بليت. فهي هاي يسموها الجوث سبوت، هي هاي اللي يصير شلون قفزة بالنمو عند الميل وعند الفيميل خلال سن البلوغ، لذلك يصير يعني راح يبدي يطول من وراء هاي العملية. هسه هاي لحد هسه هاي البيوبرتي، انه على ملزمة احنا هسه نبدي نشوف شنو البيوبرتي كاتبين عليه. زين، يقول the sequence of physiological and anatomical change that occur in the male and female at puberty. يعني راح يبدي يعطينا السيكونس مال هذين التغيرات اللي تصير بالميل والفيميل. يقول primary sexual characteristics are established before birth. يعني الخواص، يعني الخواص الجنسيه الرئيسيه عند الميل وعند الفيميل مثل ما عرفنا يكون موجات قبل البيض اصلا، من هو امبريو هذا تحدد هو ميل او هو فيميل. ماشي. But the reproductive system is inactive until puberty. الجهاز التناسلي يكون غير فعال، ما يشتغل لحد ما يوصل لبيوبرتي. يقول the age at which puberty take place varies، يختلف، but girls begin and end puberty before boys. يقول but girls begin and end puberty before boys. يعني شنو؟ يعني يا شباب، هسه احنا من حكينا هنا وقلنا يا ترى بالفيميل تصير عملية بيوبرتي بعمر 8 سنين تبدي، بس بالميل تبدي عمر 9 سنين. يعني شنو؟ يعني الفيميل تبدي بالبيوبرتي قبل الميل. اوكي، تبدي بالبلوغ قبل الميل. زين، بدت قبل الميل، تبقى الفيميل عندها يعني هو من نصل بدت البلوغ، يعني شنو؟ يعني اصبحت قادرة على التكاثر، يعني الريبرودكتيف سيستم مالتها صار اكتف. هذا الريبرودكتيف سيستم مالتها يصير اكتف، مين يبدي من عمر 9 يتكون، مو يتكون عفوا، يصير اكتف من عمر 9 تقريبا 52. من 52 بعد يوقف. شلون يصير ان اكتيفيشن؟ بعد يصير هنا عمليه المينوبوز اللي راح ناخذها بعد شويه. فهي شنو؟ هي بدت عمر 8 عفوا. اذا هي بدت قبل الميل وانتهت من وقت. زين، الميل شو يصير عنده؟ الميل يبدي تقريبا قلنا من عمر 9، بس الميل ما راح ينتهي بعمر 52، لا، يبقى عمر 80 70. يعني هو دائما، يعني شلون عمليه السبرماتوجينيسيس بالميل تبقى
يعني مستمرة خلال الحياة كلها ما توقف، بس شنو يعني أخير يعني السنين من عمره تبدي تضعف. فالقصد إنه الميل بدأ بالبيوبرتي متأخر بس راح يستمر أطول، بس الفيميل بدأت من وقت وراح تنتهي من وقت. فلذلك يقول but girls begin and end puberty before boys. أوكي okay. So changes in male at puberty قلنا راح تبدي من 9 إلى 14 سنة. أول شيء genital development begin، هاي حكيناها. Pubic hair growth adrenalic حكيناها وياها، قلت لكم pubic hair أو يسموها adrenalic نفس الشيء. زين spermatogenesis begins، هاي وياها spermatogenesis من قلنا تصير تحفيز الستوري سيل. والجروث سبورت هاي قلنا حصير زيادة بالطول. طبعا يقول انه 10 سنتيم، يعني راح يطول تقريبا 10 سنتيم كل سنه هذا الميل من يوصل على عمر البلوغ. وعرفنا شلون نصير عمليه هاي الجروث. اوكي الجينيتاليا ادولت، بعد تتحول الجينيتاليا الى ادولت تايب، والبيوبيك هير يتحول الى ادولت تايب، هاي كلها احكينا. عند الفيميل شو يصير من 8 الى 13 سنه تبدا العمليه؟ اول شيء يصير عندي بريست بود، يعني يبدي فد نتوء مع البريست، هذا يعني راح يسوي لي بعدين البريست، هذا يسموه تيلاك مثل ما حكينا. هي طبعا هاي تكون الساين، تكون the first sign of puberty in female، يعني اول ما تبدي عملية النمو البريست تعتبر هاي شنو بداية puberty. pubic hair growth احكيناها ادريناك اسمها. the growth spurt اللي هي 9 سنتيم barrier، الميل كان ينمو 10 سنتيم بس الفيميل تنمو شنو؟ تنمو 9 سنتيم. بعدين اوضح لكم ليش طبعا ليش الميل يصير اطول من الفيميل، ليش بعدين نوضحها. هاي onset of menstrual cycle من pubic hair adult و replace adult، راح يصير عندنا الشكل adult، هاي كلها حكينا. زين هسه شنو الميكانيزم اللي تكون underlying so change at puberty؟ يقول puberty is under hormonal control، طبعا تكون تحت يعني تأثير هرمونات. يقول the start of puberty is associated with a steady rise in FSH والله اوكي. زين ليش يزداد FSH وال LH؟ يقول the brain initiate puberty، يقول pulsatile general LH secretion lead to rise in FSH وال LH. مثل ما عرفنا من تبدي البيوبرتي عند الميل او الفيميل راح يبدي افراز الجونادوتروفيك ريليزنج هرمون، تبدي عمليه افراز، هذا راح تسوي لي زياده FSH وال LH. شنو معنى كلمه pulsatile؟ يعني شنو؟ يعني شلون تكون نبضات، يعني كل ساعه يشتغل يفرز 5 دقائق او يوقف. يعني هاي الهايبوثالاموس شباب تقريبا كل ساعة كل 1 اور او ساعة ونص تشتغل تفرز لي 5 دقائق، تبقى تفرز جنرالتش وتوقف، ولا ساعة تشتغل تفرز وتوقف. يعني شلون تكون نبضات، يعني ما يكون افراز مستمر. بس اوكي هذا يقول شوفوا، يقول الزيادة بالجنرالتش بالجنرالتوفيك ريزيك هرمون كولد بي، يعني هنا راح يعطيني ليش تزداد اللي قولنا له توفيك ميوزك هم ليش زاد الجينات، بيحطيني سببين. اوكي راح يحطيني سببين. السبب الاول يقول الزياده مالته ممكن تصير بسبب ريدكشن ان سنسيتيفيتي تو نيجاتيف فيدباك باي ستيرويد. النيجاتيف فيدباك هي هاي شنو؟ تجينا عن طريق الستيرويد، الستيرويد مثل الاستروجين. اوكي مثل ما عرفنا احنا انه من يجي من الهايبوثالاموس الجينات شو حال انت بتسوي؟ يحفز افراز الاف اس اتش والاتش، هذني يروحن على يمن على الاوفري يحفزن افراز الاستروجين. هذا الهايبوثالاميك انتيريا بيتيتري اوفرين، هذا يسموه اكسس، يسموه هايبوثالاميك بيتيتري اوفرين اكسس، هذا هو الاكسس. يعني شلون فد محور جاي يمشي بافراز الهرمونات. اوكي يقول احنا مو عندنا مثل ما نعرف انه هذا الاستروجين من يزداد، طبعا هو ستيرويد، هذا من يزداد مو يحسوي نيجاتيف فيدباك على الهايبوثالاموس ويقلل افراز الجي ان ار اتش. يقول هاي النيجاتيف فيدباك ايش راح يصير بيها؟ يقول انه جي ان ار اتش ريسبتر هنا اكو ريسبترات معينه، يقول هذني راح يقلل السنسيتيفيتي للستيرويد. يعني شنو؟ يعني حتى لو هاي ستيرويد زايده تيجي تروح تسوي لي نيجاتيف فيدباك راح تلقى انه هنا شلون مطروده، يعني شلون السنسيتيفيتي قليلة. يعني خلينا نفرض انه هنا عندي فد 10 ريسبترات اشتغل عليها الاستيرويد، يعني هنا يجي هذا الاستروجين يروح يشتغل على 10 ريسبترات يثبط لي فاز الجينرالج. من ادخل السنسيتيفيتي شو يصير؟ يصير بدل 10 ريسبترات 5 ريسبترات، يروح الاستروجين يشتغل على 5 ريسبترات يقلل فاز الجينرالج. فالقصد انه قلت الحساسية مال النيجاتيف فيدباك، بعد هاي النيجاتيف فيدباك صارت مو كلش قوية، تمام؟ فبالتالي افراز الجي ان ار اتش جونادوتروفيك ريليز هرمون صار بشنو؟ زياده
ليش؟ لأن كأنهم مثل ما قلنا كان 10 سبتات إثر طنفاز، هسه صار 5 سبتات والله ما قلنا sensitivity. هذا السبب الأول. السبب الثاني يقول maturation of the central mechanism. يخسر بالcentral mechanism هي هاي نفسها hypothalamic pituitary ovarian axis. يعني هذا الأكسس من يصير maturation يصير زيادة عندي بالGnRH. أوكي هنا يقول rise in GnRH called reduction in sensitivity to negative feedback. هاي شنو اسمعنا حاجة هذا؟ شوف مثل ما نعرف انه هذا GnRH راح يتحفز يحفز ينتهي بتصير تفز FSH والRH. شباب نشوفوا هاي FSH والRH من راح يزداد تركيزها؟ افخ شوية هاي زين. هاي من يزداد تركيزها شو تسوي؟ هاي راح تروح لي على شنو؟ على ال هاي تروح لي على الGnRH على الهايبوثلاموس تسويها تثبيط، تسويها تثبيط، اوكي؟ فهذني راح يقلل افراز الGnRH من الهايبوثلاموس. هاي العمليه التثبيط ايش راح تسوي لي؟ راح تؤدي الى انه هذا الهايبوثلاموس راح تقل حساسيته لهاي الستيرويد. يعني شنو؟ يعني يقوم بعد ما يتحسس لها هوايه، اوكي؟ يعني هي هاي معناه انه شلون تقل السنسيتيفيتي مال الGnRH الى هاي الستيرويد، اوكي؟ فراح يكون افراز الGnRH يكون كل يعني ساعه هالقد، كل ساعه هالقد، اوكي؟ يعني ما راح يكون يتحسس بشكل كلش هواي الاف اس اتش والRH بحيث يوقف افرازه، لا، تقل حساسيته لهذني، يعني هو راح يجي نيجاتيف فيدباك بس هو ما يتحسس له بشكل هوايه. فهي هاي يقول انه الزياده بالGnRH تصيب شنو؟ بسبب الريدكشن مال السنسيتيفيتي مالته تو نيجاتيف فيدباك باي ستيرويد، اوكي؟ ماشي. او شنو؟ او due to maturation of central mechanism. يعني شنو؟ يعني الماتريشن اوف ذا هو الهايبوثلاموك بيتيتري اوفرن اكسس اتش بي او اكسس. هذا من يصير بماتريشن؟ هذا هو خلينا نطلع صوره ثانيه. هذا الهايبوثلاموك بيتيتري اوفرن اكسس، هذا من يصير بكل ماتريشن؟ يعني يصير الهايبوثلاموس عفوا تفز بشكل طبيعي، والبتيتري تفز بشكل طبيعي، والجونات ايضا تفز بشكل طبيعي. هذا كل الاكسس شباب، هذا اللي يحفز لي افرازهن. يعني يبدي من الجنرال اتش وراها الاف اس اتش وراها اتش، بعدين يروح عليهم على الاوفر يشتغل. هذا هو الاكسس. فهذا من يسمي ماتشوريشن راح ايضا تقل السنسيتيفيتي مال الجنرال اتش المن الستيرويد عافيه. فمن تقل السنسيتيفيتي مالته الستيرويد شنو؟ يعني ذا الستيرويد من تدخل سنسيتيفيتي مالته الستيرويد شنو؟ يعني بعد ما يتاثر بهن بشكل كلش كبير، فيعني يفرز كل ساعه قلنا شنو؟ كل ساعه يفرز في كميه معينه، وراها يوقف وراها يفرز بعد الساعه اللي وراها. زين هسه نجي نحكي على البودي وايت. اكو في شغله ما حكيناها على الرسم، خلينا نجي نشرحها. شباب يقولون الفيميل اذا هي تكون ضعيفة الوزن اذا كان مالتها اقل من 47 كيلوغرام، بهاي الحالة يقولون يابا بهاي الحالة اللي راح يصير اذا الوزن مالتها قليل ما راح يصير عندها شنو؟ بيوبرتي، ما يصير عندها بلوغ. ليش؟ لان لقوا انه اذا 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 ازداد الوزن معناها شنو؟ خلينا نقول زادت الخلايا الدهنية. الخلايا الدهنية هاي تفز في شيء اسمه الليبتين. اذا هذا الليبتين يفرز من الخلايا الدهنيه. شافوا انه هذا الليبتين اوكي يجي شنو؟ يجي بعد تبعوليه شو يسوي لي؟ يجي يحفز الهايبوثلاموس تفرز الGnRH ويحفز الانتيريور بيتيتري تفرز شنو؟ الاف اس اتش والRH. اذا شنو؟ اذا راح يحفزهم. يعني شنو؟ انا من حفزت الGnRH ريليز وانا من حفزت اف اس اتش والRH ريليز، يعني معناه شنو؟ بمعناه جاي احفز البيوبرتي بعد جاي نحفز ذني هرمونات وذني الواحد يعني يشتغل مثل ما حكينا على الاوفري كون عندي استروجين ويصير شنو؟ بيوبرتي. هاي عد الفيميل اذا كان وزنها 47 كيلوغرام، يعني شلون 47 واكثر من 47 راح يصير عندها البيوبرتي بشكل طبيعي، بس اذا الوزن مالتها اقل من 47 ما يصير. لذلك هذني ضعيفات مثلا لاعبات رياضه هيك شيء هذين يكون وزنهم ضعيف مرات قليل وزنهم كلش هواي، فايش راح يصير عندهم؟ ما يصير بيوبرتي بشكل مناسب. بنفس الوقت اذا هي اصلا بالغه نقول عمرها 30 سنه المنستر سايكل مالتها راح يصير بيها مشاكل. ليش؟ لان قلنا الليبتين مهم الى افراز الGnRH ومهم الى افراز الاف اس اتش والRH،
وهذن اف اس اتش والار اتش هن اصلا اللي يقودن عمليه من السوسايكل. فاذا اني ما عندي شنو، اذا ما كوليبتين، يعني شنو راح، يعني هذني ما يتحفزن بشكل كافي، ما راح يكون عندي اف اس اتش كلش عالي. فنتيجه لذلك ما يصير من السيشن، ما يصير يعني الاوفالين سايكل، ما يصير بأوفيليشن. هم زين، لذلك هذا الليبتين كلش مهم، وهو مين يجي بعد ما عيدها، يجينا من الخلايا الدهنيه. فلازم يكون الوزن مال الفيميل 47 وفوق حتى يكون عندها البيوبرتي بشكل طبيعي، بنفس الوقت حتى المنستر سايكل مالتها تكون يعني طبيعيه. يعني شلون ما توقف بسبب الوزن القليل. فيقول body weight is the most important factor in timing of puberty. critical weight is 47 كيلو غرام for menarche. يعني هاي الفيرست منستر سايكل لازم شنو قلنا 47 كيلو غرام. if body weight falls significantly below this the reproductive cycle cases. يعني اذا هي مثل ما ضربتكم بالمثال، اذا هي مثلا عمرها 30 سنه او وزنها قليلته مثلا وصل 35 40، فبهاي الحاله راح يتوقف الريبرودكتيف سايكل، تتوقف المنستر سايكل، وتوقف كل شيء. زين، يقول maybe signal to the brain by leptin. يعني شنو هاي؟ مثل ما حكيتها انه الليبتين راح يسوي سيجنال للبرين ويحفز الافراز الجنرال اتش والاف اس اتش والاتش. يقول a growth spurt start وايت از 30 كيلو غرام. يعني شنو؟ يعني الفيميل من يكون وزنها 30 كيلو غرام، هو هذا شوي شوي تبدي تنمو عده. يعني شلون تصير قفزه مال النمو عند وزن 30 كيلو غرام؟ مو الميل يكون النمو مالته من يبدي يزداد لازم يكون وزنه قد 55 كيلو غرام. اوكي، طبعا هنا 30 كيلو غرام ما عليكم، هاي 47 هاي بدايه المنستر سايكل، هاي بدايه المنستريشن. اوكي، بس هاي 30 كيلو غرام بدايه شلون بدايه النمو مال الفيميل، بدايه نموها شوي شوي لحد ما هي اخو، مو من بدايه طلعتها من السيرو سايكل، هاي بدايه نموها لحد ما تطلع عندها من السيرو سايكل بعدين. اوكي، يقول in western countries puberty is now much earlier. يعني شوف بالبلدان الغربيه يقول البيوبرتي تكون يعني بشكل يعني شلون مبكر جاي يصير. ليش؟ يقول مثلا قبل 200 سنه كانت يعني الافرج اوف ايج اوف مينارك كان ايش قد؟ كان 17، يعني هي يصير عمرها 17 سنه الفيميل تبدا يصير عندها البيوبرتي. بس حاليا لقوا انه الايج اوف مينارك، يعني الايج اللي يصير عنده بيوبرتي عند الفيميل هو 30، هو شنو 13، فهسه 13. فاذا شوفوا اذا بوقتنا هذا الفيميل جاي تنمو تصير بيوبرتي، يعني تصير بلوغ عندها بشكل مبكر. اوكي، فيقول children much bigger، الاطفال جاي ينمون بشكل اسرع. طبعا هاي بسبب ممكن الاكل، يعني هذا مثلا يصير اكل دهني، يصير وزن اكثر، فيصير اكل لبتين هواي، فهذا اللبتين شي يحفز لنا مثل ما عرفنا يحفز اذني السوالف، وهاي ممكن تسوي لك بعدين بيوبرتي. فهاي يعني حاليا البيوبرتي 13 سنه، وكانت قبل 17 سنه. هسه الادرينال اللي هو بيوبيك اند اكسلر هيل مثل ما حكيناها، نمو الشعر بالبيوبيك اريا هاي المنطقه والاكسلر. اوكي زين، يقول ديبيند اون اندروجينز ان بوث سكس، تعتمد على الاندروجينز، يعني على الاستروجين بالفيميل وعلى التستوستيرون بالميل. هاي تجيني فروم ادرينال جلاند ان جيرلز. شنو فروم ادرينال جلاند ان جيرلز؟ شباب، هي احنا ليش سميناها ادرينالك؟ لان لقوا انه مثل ما نعرف انه لازم نعرف هسه، اذا ما نعرف خلينا نعرف هسه، انه الادرينال جلاند تفرز لي اندروجينز معينه. اوكي، ادرينال جلاند واحده من افرازاتها اندروجينز، ايش تفرز؟ تفرز تستوستيرون وداي هايدرو ابي اندوستيرون. هسه مهم التستوستيرون، التستوستيرون هذا اللي تفرز الادرينال جلاند يروح بالادبوس تشو، هذا التشو يجيني من هنا، يجيني منها تستوستيرون يطب يطلع لي استروجين. فبالتالي ايش صار عندي؟ صار عندي تستوستيرون من ادرينال جلاند وسوينا تحويل بالادبوس تشو، حولناه الى استروجين. هذين الهرمونات الاندروجين اللي جتني من ادرينال جلاند، التستوستيرون والاستروجين، هي هاي لقوها المسؤوله عن نمو الشعر بمنطقه العانه بالبيوبك، منطقه الاكزيلا بالابط. اوكي، هي هذين الاندروجين تجي من ادرينال جلاند، لذلك سميناه ادرينال. اوكي، فهاي يقول from adrenal gland in girls. Growth spurt occur in both sexes
but it's easier مثل ما قلنا on shorter بالجيل يعني حتكون مبكرة وأقصر بالفيميل. Men are larger as the growth spurt is longer and slightly faster. يعني شنو؟ يعني يقول المين راح يكونون يعني شلون ليش قلت لكم قبل شوي انه المين يكونون اكبر بالحجم يكونون اطول ليش؟ لان شنو خلينا نشرحها هسه ليش تصير يعني ليش الميل يصير اطول من الفيميل خلينا نشوف شوف هنا هذا مو عندنا البون اوكي وهذا شنو اللي بفيزر بليد ماشي هسه خلينا ناخذ اول شيء الاستروجين وراها ناخذ التستوستيرون شباب شوف مثل ما حكينا قبل شويه مو قلنا انه يعني هن السكس هرمون الاستروجين والتستوستيرون اثنيناتهم يحفزن اللي بفيزر بليد حتى يصير بها جروث حتى تنمو زين من تنمو ايش تعطيني؟ تعطيني زياده بطول العظم نجي اول شيء على الاستروجين اوكي نجي اول شيء على الاستروجين الاستروجين شو يسوي؟ الاستروجين يحفز لي اياها حتى تنمو بس يحفز لي نموها بشكل سريع يعني تقوم تنمو بشكل سريع اوكي هذا بسبب الاستروجين فهذا راح تنمو بشكل سريع الفيزر بليد ماشي من تنمو بشكل سريع ايش راح يصير؟ عندي زياده بطول العظم مثلا هذا العظم اللي راسمي هاي اللي بفيزر بليت من نمت صارت وصلت لهذا الحجم هسه هذا الاستروجين ماشي اوكي خلينا نبغى التستوستيرون شو يسوي؟ تستوستيرون شوف التستوستيرون ايضا راح يجي يشتغل على الابيفيزر بليت هاي ايضا راح يحفز النمو بها بس راح يكون يحفز النمو بشكل بطيء راح تنمو بشكل بطيء فاللي راح يصير انه بحالة الاستروجين احنا حفزنا نموها بشكل سريع فطاني هذا الطول للعظم بس بالتستوستيرون حفزنا نمو مالتها بس بشكل بطيء يعني قامت تنمو بشكل بطيء فطاني هذا الطول زين ليش هذا صار العظم اطول من هذا؟ لان خلينا نضرب مثلا هذا المثال مال الشحن انت من عندك موبايل يستهلك شحن الموبايل يستهلك الشحن هو الاستروجين اوكي ماشي والموبايل اللي ما يستهلك شحن هو التستوستيرون فمن تجي موبايل يستهلك شحن تستعمله تلقى الشحن يخلص بسرعة فأنت مثلا خلينا نقول فيلم طوله ساعة أنت فت فيلم طوله ساعتين أنت شفت منه ساعة واحدة ليش؟ لأن موبايلك يستهلك شحن ماشي هنا نفس الشيء هذا الشي اسمه هذا العظم بما أنه الاستروجين يحفز النمو بفيزر بليت بشكل سريع فالعظم ما راح يطول بشكل كافي يعني ما راح يطول بشكل كلش يصير طويل مقارنة بالميل لان هاي بسرعه راح تروح اوكي احنا قلنا بسرعه النمو بالعظم هو الفيزر بليت فاذا استهلكناها بسرعه صحيح راح يصير زياده بالطول مال العظم بس ما راح يصير كلش طويل العظم زين بالميل هو التستوستيرون يشتغل الموبايل اللي ما يصرف شحن تستعمل موبايل ما يصرف شحن تقدر مثلا تباع فيلم طوله ساعتين هو بعده شحنه ما خلصنا فهنا راح يصير شنو اللي راح يصير انه التستوستيرون كانه راح يحفز لي الفيزر بليد يستهلك منها بشكل بطيء مثل الشحن من يخلص بشكل بطيء من الجهاز فراح تخلص الفيزر بليد يعني راح تبدي تضمحل بس بشكل بطيء ها فانت عندك الوقت خلينا نقول عد الفيميل اللي بفيزر بليد تبقى موجوده سنه 1 year عد الميل خلينا نقول تبقى موجوده سنتين هذا في مثال هيك يعني تمام فعد الفيميل بقت سنه واحده ليش؟ لان الاستروجين بسرعه خلاها تروح فطاني هذا الطول مال العظم بالميل بقت سنتين ليش؟ لان التستوستيرون يحفز يعني يحفز النمو مالتها فهاي راح تروح لفيزر بليت استهلاكها يحفز استهلاكها فهاي بس بشكل بطيء بالميل فشنو خلينا نقول تبقى سنتين لحد ما تروح لفيزر بليت من تروح شي يعني اقصد من يندمج الابيفيزس بالشافت اوف ذا بون هاي تندمج بهاي بعد ما كبر فيزر بليت تمام اصير مدموجه وياه اوكي فالنتيجه صارت عندي انه الاستروجين يحفز لي احنا مو قلنا يحفز استهلاك الابيفيزر بليت بشكل سريع فبالتالي هاي من تروح شيء يصير اندماج الابيفيزز بالشافت اوف ذا بون فالاستروجين راح يعني بالاستروجين من الفيز راح تكون عمليه اندماج الابيفيزز بالشافت اوف ذا بون تكون بشكل مبكر تكون سريعه فبالتالي العظم ما راح ينمو بشكل اطول اوكي بس بالميل تكون التستوستيرون ايضا يحفز اندماج الابيفيزس بالشافت اوف ذا بون بس هاي العمليه تكون ابطا يعني يستغرق وقت اكثر لحد ما تندمج الابيفيزس بالشافت اوف ذا بون لذلك الميل راح يكون عظمه اطول بالتالي هذا هو السبب ليش الميل يكون اكبر واضخم من الفيميل اوكي
ديبيند اون ذا جروث هرمون اند ستيرويد ان بوث سكسز، يعني تعتمد هاي النمو على الستيرويد وهم تعتمد على جروث هرمون. اوكي يقول ended in both sexes by epiphyseal effusion، مثل ما effusion مو effusion fusion. زين فبالنهاية ايش راح يصير؟ راح تندمج الابيفيزيس بالشافت اوف ذا بون. اوكي بعد شو يقول؟ يقول استروجين كلوز ابيفيزيس earlier in girls، هاي مثل ما حكيت راح يحسسها بشكل مبكر. استروجين is needed to initiate the growth spurt، طبعا الاستروجين مهم شنو؟ الgrowth spurt اللي هي بزيادة النمو. But once levels reach a certain point it causes estrogen to effuse، يعني شنو؟ مثل ما حكينا عفوا causes epiphysis to effuse، يعني مثل ما حكينا انه الاستروجين راح يحفز لي بعدين اندماج الابيفيزيس هاي بالشافت اوف ذا بون بشكل مبكر، فراح يكون النمو مالت العظم عند الفيميل يكون عظم اقصر، تمام؟ مو مثل الميل، الميل راح يكون شوي اطول يصير. التيلاك هي البريس ديفلوبمنت تعتمد على الاستروجين، والميل الميل جينيتال ديفلوبمنت تعتمد على يمين على التستوستيرون، هاي ايضا الشغله نعرفها. هسه لاحظ هسه شبابنا خلصنا البيوبرتي. اوكي هسه راح نبدا نحكي على التانر ساين، التانر ستيجنج عفوا، اللي هي شنو؟ اللي هي ستيجنج مال البيوبرتي عند الميل وعند الفيميل. طبعا هو هذا تانر قسمها من واحد الى خمسة. هسه نشوف عند الميل شو يصير وعند الفيميل شو يصير. شباب نشوف هاي ما بها شيء، فقط يعني فهم فهموناها. هن شنو هن؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستيج. اوكي اول شيء نجي نحكي على البريست ديفلوبمنت عند الفيميل. اول شيء شوف هذا هنا ماكو اي بريست. اوكي هذا فلات ماكو اي بريست، هذا بري بيوبرتي، هذا قبل البلوغ، يعني عند الطفلة هذا يكون شنو؟ ستيج 1. اوكي فهذا بي من 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 بريست وهاي واحد، يعني ستيج 1. نجي ستيج 2 شنو؟ بريست بود، تبدي تطلع هاي البود، يعني شلون نتو هذا هنا يسوي يبدي نمو البريست شوي شوي، هاي ستيج الثاني. الثالث شنو؟ يسموه جوفينايل سموث كونتر، يعني راح يكون عده شلون حواف، وهذا يكون شكل طفولي مال البريست، هذا الستيج الثالث. الستيج الرابع يكون تبدي تكون الاريولا. شنو الاريولا؟ الاريولا هاي وياها شباب، هاي مو البريست، هاي المنطقة هي الأريولا وهاي النبل. اوكي هاي الأريولا، فهذه شنو؟ الأريولا and papilla project above the breast، تبدي تطلع هاي الأريولا ويبدي تكون هذا البريست شوي شوي كبر وطلع لي بهذا الشكل. هذا شنو؟ هذا ستيج الرابع. الستيج الخامس والأخير شنو؟ يكون هذا breast of the adult، هذا adult type. اوكي يكون هيك. اما بالنسبة للبيوبيك هير بالفيميل فهو اول ستيج يكون ماكو بيوبيك هير، ثاني شيء يكون شوية اكو بالنص، الستيج الثالث يبدي يزداد، الرابع هيك يصير، والخامس شنو؟ يتكون بعد بشكل كامل. بالميل شو يصير عندي؟ اول شيء عندي ديفلوبمنت اوف ذا جينيتال، جينيتال اورجان اللي هي التستيس والبينس، اللي راح يصير انه اول شيء جي 1 الستيج الاول مال هاي جي مال من جينيتال وستيج، وهاي واحد من 1 هذه شكل بري ادولسنس يعني قبل البلوغ. زين هذا الستيج الثاني جي 2، هذا يصير شو يصير هنا؟ يصير فقط زياده بالطول اوف ذا بينس. اوكي فقط لينكثينج اوف ذا بينس. الستيج الثالث شو يصير؟ يصير هنا زياده بالبينس اكثر طول، ويصير شنو؟ زياده بالكونفير السيركومفيرنس عفوا المحيط مالته، المحيط راح يزداد. اوكي الستيج الرابع شو يصير عندي؟ تكون هاي الجلانس بينس تكون واضحه بشكل، هاي الحشفه يسموها تكون واضحه. اوكي وتصير داركنينج اوف ذا سكروتال سكن، يعني يصير لون اغمق السكروتال سكن، هذا مال السكروتال سكن. والستيج الخامس شنو؟ يتكون هذا الادولت جينيتال. اوكي ادولت جينيتال. اما بالنسبه للبيوبيك هير عند الميل، اول شيء هاي البري ادولسنس no sexual hair، pubic hair pH determined pubic hair high stage 1. stage 2 شنو شو يصير عندي؟ يبدي هنا يتكون عندي pubic hair يكون straight، يعني يكون شلون خطوط، ويكون شويه طويل، ويكون at the base of the penis، هاي قاعده مال البينس، هاي المنطقه يكون موجود. اوكي زين يقول طبعا pigmented، يعني شلون مصبوغ يعني. زين
الستيج الثالث اللي هي يصير دارك ويصير طوخ ويصير كوسة يعني شوي أخشن. أوكي الستيج الرابع شنو؟ يبدي فيلينج أوت توارد أدول ديستريبيوشن. الأدولت ديستريبيوشن هذا وياه، فهنا أنا بالستيج الرابع شوي شوي جايين مو. الستيج الخامس هو هذا الأدولت، تمام، اللي راح يصير بهذا الشكل اللي راح يصير سبريت تو ميديا ثاي، يبدي يوصل للميديا ثاي الفخذ يعني منتصف الفخذ هاي عند. هسه آخر شيء بالبيوبرتي فشي اسمه تانرز ستيجينج. شنو هذا؟ هذا إنه من يجي فد طفل أو طفلة يجي إلى الطبيب، مثلا يجيبوه أهله بسبب إنه عنده فد علامات بلوغ مبكرة. أوكي يجيبوه للطبيب، فيجي الطبيب يفحصه. شو يفحصه؟ يفحصه حسب تانرز ستيجينج. هو شنو تانرز ستيجينج؟ تانرز ستيجينج هو عبارة عن يعني شلون فد ستيجات إنه نشوف الديفلوبمنت مال الجينيتال تراكت ومال البيوبيك هير عند الميل وعند الفيميل. شو نشوف بيه؟ نشوف بيه الديفلوبمنت مال، شوفوا ستيج اوف بريست، وشوف الجينيتاليا، وشوف بيوبيك هير ديفلوبمنت ان بوث ميل اند فيميل. اوكي زين، وهذا شنو الستيج مالتنا؟ من 1 إلى 5، سوى السكيل كانه من 1 إلى 5. فمن يجي الطفل او الطفل واهله يقول الطبيب انه هذا عنده علامات بلوغ مبكره، هو يجي يشوفه يفحص الجينيتاليا مالته، يفحص اذا في ما يفحص البريست، تمام، ويشوف البيوبك هير، ويحدد هل هذا الطفل هو صدق ادى بكوشس بيوبرتي او ما عاد، ممكن اهل مشتبهين. زين نجي شلون يعني؟ هسه بالنسبه للفيميل هن قلنا 5 ستيجات. هذا يسموه بي. بي يعني شنو؟ يعني مال البريست. اذا هذا اول شيء على البريست. بي 1 يعني هي هذا الستيج الاول. هذا هنا بري بيوبرتي، هذا قبل البلوغ. شوف هنا كانه البريست فلات، بعده ماكو اي بريست في اللوبت. هذا ستيج يعني اذا شاف الطبيب هذه المرحله، يعني شاف هاي الحاله عند الفيميل يحطها ستيج 1. نجي ستيج 2 يبدي بريست بود. شلون يبدي نتو يطلع؟ هذا ديفلوبمنت اوف ذا بريست، يبدي يطلع نتو. هذا ستيج 2. اوكي ستيج 3 جوفينايل سموث كونتر، يبدي شلون الحواف ما تكون سموث البريست وتكون جوفينايل، يعني شكل البريست الطفولي هذا يكون هيك. هاي ستيج 3. اذن الستيج الرابع ليلا اند بابيلا اوف ذا بريست بروجكت. ليلا شنو هي؟ خلينا نبقى هاي الصوره شباب، هذا البريست هنا، هاي الاريولا، هاي المنطقه الغامقه اللي تحيط النبل، هاي النبل. اوكي النبل هي نفسها البابيلا، البابيلا اللي هي في الشيء يعني تو البارز من الاريولا. اوكي هاي الاريولا وهاي النبل اللي هي البابيلا. ف هنا بالستيج الرابع تبدا الاريولا والبابيلا بروجكت ابوف ذا بريست، تبدا تطلع. شوفوا هنا 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 البابيلا اللي هي النبل ما طالعه، هنا تبدا تطلع. والستيج الاخير هذا البريست اوف ذا ادلت، هيك يكون شكله مال ادلت بعد. اوكي بس هذا بالنسبه الى خطوات البريست ديفلوبمنت. نروح على بيوبيك هير عند الفيميل. اول شيء هذا ستيج 1 ماكو بيوبيك هير. ستيج 2 شنو؟ يبدي شويه بيوبيك هير بالنص يطلع. ستيج 3 يبدي ينتشر. ستيج 4 ينتشر اكثر من هنا. وستيج 5 يحيط بعد هاي المنطقه كلها مال البيوبس، هاي عند الفيميل. اوكي هذه المنطقه مال بيوبيك هير. هسه هاي بالنسبه الى بيوبيك هير. اوكي طبعا هنا بالستيج 2 يكون فقط على المنطقه مال الليبيا مينو، يكون شويه موجود، او الليبيا مينو سمي اسمها ممكن. زين بالنسبه الى الميل فعده، اول شيء الميل راح نحكي شنو؟ عن development of the testes and the penis، راح نحكي عن development of the pubic hair. هسه نجي اول شيء جي 1. جي 1 شنو؟ معناها هاي جي جايه من جينيتاليا، فرمز على مود staging. فهاي اول بري ادولسنس، يعني هاي قبل المراهقه، هيك يكون شكله السكروتوم او التستس وهاي البينس. اوكي الجي 2 اللي هو الستيج الثاني راح يصير زياده بالطول اوف ذا بينس، شويه زياده بالطول فقط، هاي لينكثينج اوف ذا بينس. ستيج 3 راح يصير جروث ان ذا لينث اند سيركمفرنس، راح يصير زياده بالطول مال البينس ويصير زياده بالمحيط مالته بالسيركمفرنس مالته. اوكي ماشي. ستيج الرابع يصير ديفلوبمنت اوف جلانس بينس. جلانس بينس هاي المنطقه اللي شلون حشفه مال البينس، هي هاي يسموها الجلانس. هنا يصير ديفلوبمنت لها اوضح، يعني بعد هنا ما واضحه كلش، هنا اوضح هاي. وبعد شيء يصير السكن مال السكروتم يصير دارك، داركنينج سكن مال السكروتم، هاي ستيج 4. وستيج 5 ادلت جينيتاليا.
زين اوكي هسه واحنا عرفنا ليش جاي ناخذ انترنال ستيج. قلنا انه من يجي مثلا هذا الطفل يجي الى الدكتور، الدكتور يجي فحصه يشوف اذا لقى الشكل مال الجينيتيريا مالته هيك شيء حطه ستيج 3، واذا لقاه هيك شيء حطه ستيج 4، لان هذا كل ستيج له عمر محدد، فهو يشوف هل هذا الستيج مناسب لعمره او ما مناسب. اما بالنسبه لبيبل كير عند الميل، اول شيء هذا بري ادولسنس نو بيبل كير يسموه سكشوال هيلث، هذا بي اتش جاشن جاي من البيوبل كير، هذا اختصار، وهاي 1 ستيج 1. ستيج 2 هذا سبيرس يكون يعني متناثر ويكون بيجمنتد بيه صبغات ويكون لونج ستريت هذا الشعر ويكون ات ذا بيس اوف ذا بينس، قاعدة البينس هنا هاي المناطق. اوكي الستيج الثالث يكون دارك ويكون كوز يعني يكون اخشن ويكون شويه كيرلي مجعد. اوكي الستيج الرابع يكون شنو؟ يكون فيلينج اوت وارد، يبدي ينتشر الى المناطق مال الادوت ديستريبيوشن. شنو هنا ادوت ديستريبيوشن؟ راح نشوف بالستيج الخامس اللي راح يشون راح يكون العفو راح يزداد طبعا الهير وراح يكون سبريت تو ذا ميديا الثاني، وهذا الادوت يعني شكل ادوت مال بيبك هير. فهسه هذني خلصناها الترنال ستيج، اخذنا البريست بالنسبه للفيما اخذنا البريست واخذنا بيبك هير، بالنسبه للميل اخذنا للجينيتاليا واخذنا البيوبيك هير. فهنا اذا اجى فالطفل اهله جابوه الى الطبيب، يجي الطبيب يفحصه سواء كانت ميل او فيميل، يفحص او يفحصها ويشوف هل هذا الطفل او هاي الطفله الديفلوبمنت مالتها حسب عمرها او لا. تمام يعني مثلا يشوف اذا كانت طفله يشوف البريست ديفلوبمنت هذا مثلا شاف هذا الشكل ويلقى عمرها مثلا هي كبيره عند هذا ابن عمر. تمام لان كل شيء بعمر. اوكي هاي بالنسبه الى الترنال ستيجنج. فهسه شوفوا شباب احنا الاتكم مالتنا قلنا بيوبيتي راح نحكي عليها خلصناها كلها، راح نحكي على بيكوشس بيوبيتي هسه راح نبدي نحكي عنها بالسلايدات الجايه. زين شوف يعني البيكوشس بيوبيتي هي البلوغ المبكر، راح يكون بها نوعين، راح نقسم البلوغ المبكر الى قسمين ترو وسيدو. ترو يعني يكون صحيح، سيدو يكون كاذب. ليش كاذب؟ بس نشوف. اول شيء الترو الى اسم ثاني اسمه سنترال، خلينا نكتبها هنا اسمه سنترال. اوكي والسيدو الى اسم ثاني شو اسمه؟ اسمه بيرفر. هاي خلينا نثبتها ماشي. فاسن خمبا هذا ليش سموه ترو؟ اوكي شباب مثل ما تعرفون احنا مو قلنا الهايبوثالامس هاي تفرز لي جونادوتروفيك ريزنج هرمون، يجي يحفز لي انتيبتري تفرز لي اف اس اتش وارلج. اوكي اذا هذا من هنا يطلع جي ان ار اتش، هذا يجي يحفز لي انتيبتري تفرز لي اف اس اتش وارلج. اوكي ماشي بس هذا تكون عندي هاي شغله نعرف. هسه هذا ليش سميناه ترو بيوبرتي او سنتر بيوبرتي؟ شباب اكو في بعض الحالات يصير عندي تيومر بالهايبوثالامس. ايش راح يصير من يصير عندي تيومر بالهايبوثالامس؟ خلينا نمسح هاي. يصير عندي تيومر بالهايبوثالامس فراح يصير عندي افراز للجي ان ار اتش بشكل كلش هواي. اذا صار عندي افراز له بشكل هواي ايش راح يروح؟ راح يروح هذا شو يسوي؟ يروح يحفز انتي ذا بتصير تفرز تفرز لي اف اس اتش وال اتش بكميات كلش كبيره. زين مثل ما نعرف انه هذا الاف اس اتش وال اتش تمام، هذا من ينفرز ايش راح يروح؟ راح يروح بالميل شنو؟ يروح على يشتغل على التستس، بالفيم يشتغل على الاوفري. وعرفنا قبل شويه شو يسوون، المهم نهايتهم بالميل يعطيني تستوستيرون وبالفيميل يعطيني استروجين، وهاي التستوستيرون والاستروجين هي مسؤول عن شو يسموها البيوبرتي. اوكي فهذا يصير عنده او يصير عندها بلوغ مبكر. ليش؟ لان صار عندي افراز للجينيراتش بشكل مبكر. يعني خلينا نقول الميل خلينا نقول عمره 6 سنين، خلينا نقول الفيميل عمرها 5 سنين ماشي. فتيجي بنيه عمرها 5 سنين عندها علامات مال البلوغ. ليش؟ هي المفروض بلوغ مالتها يبدي من عمر 8 سنين واللي فوق مثل ما شفنا هنا. السبب مثل ما قلنا انه صار عندي مثلا تيومر بالهايبوثالاموس سوى لي افراز للجين ار اتش بكميات كبيره، فراحت حفزت لي الانتيبتري وسوى لي عمليه البيوبرتي. اوكي
ممكن شنو؟ ممكن موتوا، ممكن انفكشن، انفكشن مثلا مننجايتس، انفكشن صار عندي بالدماغ، هذا الانفكشن لقوا انه الانفكشن ايضا راح يحفز زياده بافراز مثلا جي ان ار اتش، وهذا ايضا راح يحفز انتبتسل. اوكي، ممكن التيومر بالبيوتيتري جلاند نفسها، تيومر ان ذا بيوتيتري جلاند، هذا ايضا يحفز افراز هذني هرمونات، فعادي تيومر بالبيوتيتري جلاند ايضا ممكن يحفز هاي سيلف. اوكي زين، هسه احنا شنو؟ هاي بالنسبة الى الترو بيوبرتي، سميناها ترو، عيدها بعد ما لان جاي تمشي حسب الاكسس اللي هو شنو؟ هايبوثالاموس بيوتيتري اوفريان او جونادال اكسس، يا اما تيستس او يا اما اوفر، هذا سميناه سنتر بيوبرتي لان جاي يمشي هو حسب التسلسل، يعني هي من فوق جاي تكون المشكلة، عندي زيادة بالجونادوتروفيك ريزيك هرمون. اكو فد نوع يسموه سودو بكاشس بيبرتي، يعني كاذب. ليش كاذب؟ هاي اسمه بيرفر. شوفوا شباب، مرات مثلا يصير عندي او قبل لا يصير عندي، هاي شنو الكدني وهاي ادرينال جلاند، مثل ما تعرفون انه الادرينال جلاند تفرز شنو؟ تفرز اندروجينز، هاي مثل ما حكينا وقلنا تفرز بالضبط شنو؟ تستوستيرون، وهذا التستوستيرون شو راح يروح الى الادبوس تشو؟ يتحول الى استروجين، بس هي راح تفرز تستوستيرون بشكل اكثر، طبعا استروجين حيكون كميته قليله، لان هي اساسا تفرز تستوستيرون وهذا بعدين يتحول الى استروجين. زين، فحنقول اكو فت حاله اسمها كونجينيتال اوكي ادرينال هايبربليشيا، اختصارها CAH، congenital adrenal hyperplasia. شو يصير هاي الحالة؟ يصير hyperplasia. hyperplasia شنو؟ يعني زيادة بعدد الخلايا، يصير زيادة بعدد الخلايا مال adrenal gland، يعني بالتالي شنو؟ يعني بالتالي زيادة بإفرازاتها، فالاندروجينز راح تزداد، وإذا الاندروجينز زادت راح يزداد التستوستيرون، أوكي؟ راح يزداد الاستروجين، فاللي راح يصير هذني السكس هرمون ازداد، من ازداد ايش راح يسوون؟ هذني راح يسوي عافية، راح يروحن يشتغلن على شنو؟ على الجونادز، وش يسوون؟ يسوون البيوبرتي، يسوون بيوبرتي. فهنا بهاي الحالة احنا ما احتاجين للهايبوثالاموس حتى يحفز لي انتي بتفز اف اس اتش والله، وهاي تروح تكون تستوستيرون وما اعرف شنو، لا احنا هاي حاجة اصلا، يعني هذا الشيء ما احتاجناه، ما احتاجناه هنا. هنا قبل هاي التستوستيرون قبل تكون من الادرينال جلاند بسبب الادرينال كونجنتال ادرينال هايبر ابليجي، فهذا راح يروح ايضا وشنو؟ ويصير علامات بيوبرتي، لان انا بس يصير زياده بالتستوستيرون عند الميل يصير بيوبرتي، بس يصير زياده بالاستروجين عند الفيميل يصير بيوبرتي. اوكي زين، بعد شنو؟ بعد ممكن هنا التيومر بالادرينال جلاند نفس الشيء، التيومر راح يفرز لها الاندروجين. زين، اكو حاله يسموها هيباتو بلاستوما، فدي تيومر يصير بالليفر، هذا التيومر يفرز فد مادة اسمها هيومن كوريونيك جونيدوتروفين، هاي المادة اتش سي جي، هاي تذكرون المحاضرة مال السيشن الثاني من قلنا هذا الاتش سي جي من يفرز من البلاسنتا يحفز افراز البروجستيرون، هاي حكيناها، هذا هيومن كوريونيك جونيدوتروفين، هذا فد يعني هاي فد هرمون معين، هنا راح ينفرز بشكل اب نورمال من التيومر بالليفر يسموه هيباتو بلاستوما. طبعا هنا هيباتو بلاستوما، هذا ال HCG من يزداد راح يروح شو يسوي؟ يسوي لي زياده بالاندروجينز، والاندروجينز شنو؟ التستوستيرون والاستروجين، هذين من يزداد لمن يروحن يشتغلن على الجونات، شو يسوون؟ يسوون بيوبرتي، هذا ايضا حاله ماضيه. فهسه ملخص الحكي، شو وقت ما يصير عندي زياده بالاستروجين وبالتستوستيرون راح يصير اكو بيوبرتي، سواء جونوتروفين ريسيرك هرمون مشتغل او ما مشتغل. يعني مثلا بهاي الحاله من صار عندي مثلا تيومر بالادرينال جلاند، هنا أنا هذا اصلا ما مشتغل هايبوثالاموس، يعني ما جاي يفرز جي ان ار اتش وما جاي يفرز اف اس اتش والله، هذني ما جاي ينفرزن، فهذني من اجي شوفوا شباب، اذا انا عندي سودا بيوبرتي، يعني عندي سودا بكاشس بيوبرتي، من اجي اقيس الاف اس اتش والال اتش عندي القاها قليلات، ومن اجي اقيس الجي ان ار اتش ايش القاه؟ القاه قليل. ليش قليل؟ لان بالسودا بيوبرتي
هنا انا هذني ما بهن مشكله، هذني هذني ما متحفزات. اوكي يعني خلينا نجيب الصوره هاي هنا. واحد ايه فهسا هذي هنوخرها. فتذكرون احنا بنحكينا انه قلنا ما يصير عملية بيوبرتي الا تتحفز الهايبوثلاموس او تحفز تحفز البيتيزر جلاند وهي تحفز اف اس اتش تسوي لي بيوبرتي. زين هنا بسودا بيوبرتي هاي عملية ما تصير، الهايبوثلاموس بتتحفز بعدها عمر 5 سنين ما متحفز الهايبوثلاموس مثلا، فهنا أنا ما متحفزه بس خلينا نقول صعد تيومر بالادرينال جلاند صعد هيباتوبلاستوما هذني هن اللي حفزن لي افراز التستوستيرون والاستروجين. هنا أنا يعني هذه يسموها سودا بيوبرتي. ليش سميناها سودا؟ لان ما جيتني بالتسلسل، لان ما جيتني من الجي ان ار اتش، والجي ان ار اتش ما حفز الانتيبتري، وهاي ما اعطتني اف اس اتش ولا اتش، واحنا نعرف ان اف اس اتش ولا اتش هن يروحون يحفزن التستوستيرون والاستروجين. يعني هي السيكونس الطبيعيه هايبوثلاموس بيتري الجوناس تعطيني تستوستيرون، هاي السيكونس الطبيعيه. فاذا صار تيومر هنا او تيومر هنا راح يمشي على السيكونس الطبيعيه، فسميناها شنو؟ ترو بيوبرتي، لان صحيحه. وهذا ابو التيو بيوبرتي من اجي اقيس عده الاف اس اتش والاتش والجين اتش القاهن زايدات، بس من اجي على السودا بيوبرتي من اجي هنا انا هاي ما راح يصير هاي السيكونس، بس اللي راح يصير انه راح يصير في شيء خارجي، راح تنفرز هاي التستوستيرون والاستروجين من مصادر خارجيه مو من هاي السيكونس، فهاي يسموها سودا بيوبرتي بيوبرتي كاذبه. من اجي اقيس هذني همات عده القاهن مستواهم قليل. Precocious puberty, most part of the reproductive system can work before the normal age of puberty. هاي مثل ما حكينا قلنا لكم انه اغلب او مو اغلب كل يعني تقريبا اغلب اعضاء reproductive system تقدر تشتغل before normal age of puberty. تمام تقدر تشتغل بس انه ما يشتغل. ليش؟ لان so because hormone level are too low. Okay this is result of low GnRH secretion. من قلنا لكم انه تذكرون هنا من قلنا هذا الهايبوثلاموس وهاي الانتيبتري مستعده تفرز بس ما تفرز لان ماكو تحفيز، لان هذا جي ان ار اتش قليل، هذا قبل البيوبرتي. فهو جاي يقول انه هذين الاعضاء مستعده، حتى الجوناد مستعده بس ما جاي يجيها تحفيز. اوكي حتى الجوناد مستعده انه مثلا يسوي سبيرم عند الميل او يسوي اوسايت عند الفيميل بس ما جاي يصير لها تحفيز. يقول بريكوشس بيوبرتي مين؟ هاي تعريف مهم. The development of the sign of puberty before the age of 8 girl and age of 9 in boys. اوكي هذا التعريف كلش مهم كلش مهم كلش مهم. فهسه اذا ميل شنو قلنا؟ ميل age 9 اذا قبل العمر 9 صعد بيبرتي هذا ابنورمال، اذا فيميل قبل العمر 8 سنين. اوكي It's true of center due to neurological causes early stimulation of center maturation giving early inappropriate general H secretion. يعني شنو؟ بسبب مشاكل عصبية فراح يصير تحفيز مبكر إلى ال center maturation giving early inappropriate general H، راح يصير تحفيز مبكر لل خلينا نقول تحفيز مبكر للجنرال H secretion، فهذا يكون غير مناسب طبعا. يقول the cause of majority is unknown. طبعا السبب يكون ما معروف اغلب هاي الحالات، بس يقول but they can be due to neurological causes مثل شنو؟ مثل خلينا نقول tumors بنايه tumors. هسه نعرف شنو بنايه tumors او meningitis. meningitis meningitis مثل ما قلنا التهاب بالبرين، هذا ممكن يحفز الفاز الجونوتروفيك هرمون. زين بنايه tumor ما حكيتها. بنايه tumor هي عباره طبعا البنايه جلاند عباره عن غده موجوده بالبرين. اوكي هاي الغدة بالحالة الطبيعية تفرز فد شيء اسمه ميلاتونين، هذا يعني فد هرمون هرمون النوم يسموه. المهم ما علينا بيه. لقوا انه هاي البنايل جلاند الموجودة بالبرين هاي من يصير بها تيومر راح يصير تحفيز لافراز الجينر اتش من الهايبوثلاموس وافراز اف اس اتش والله اتش من التيبتري. هم لقوا هذا الشيء، فهذا ممكن يسوي لي سنتر بيوبرتي. السيدو او بيرفر بيوبرتي اون كنترولد كونتروفين او ستيرويد سكريشن راح يكون هذا السكريشن غير منظم مثلا من تيومر بالادرينا او الهيباتوبلاستوما خدناها. هرمون سكريتنج تيومر يعني عباره عن هرمونات او تيومرات صايره بمكانات بالجسم تفرز لي الانتروجينز. اوكي فهسه بيكوز البيبرتي ايز وسكشوال يعني تصير بالجسم هاي ميل وفيميل. اوكي اترو هايبوثلامس بيتري اوفرين اكسس اكتيفيشن
بليتو شو يصير؟ قلنا يصير تفعيل هذا الاكسس اللي هو هايبوثلاموس بيتيتري واوفرين اكسس هنا الجونات. اوكي يصير اكتيفيشن، اكتيفيشن من وقت، فهذا يسموه جي ان ار اتش ديبندنت. ليش؟ لانه هو يعتمد على الجوناتوتروفيك ريليزنج هرمون، لازم يزداد بالبدايه الله تزداد او تصير بيوبرتي. يكون ايديوباثيك بسبب غير ما اعرف 90% اوف جيرلز. ممكن يصير بسبب مشاكل السي ان اس، مثل شنو؟ مثل من الجايتس حكيناها، مثل التروما، ممكن حتى مثلا في الاصابه بالبرين يتحفز افراز الجوناتوتروفيك هرمون، ممكن تيومرز مثل ما حكينا بالهايبوثلاموك تيومر او بينايل تيومر قبل شوي حكيتها. اوكي ماشي. هنا يقول late treatment of CAH. شنو CAH؟ مثل ما حكينا اللي هو شنو؟ اللي هو congenital adrenal hyperplasia. ماشي. هسه واحد يقول انت قلت لنا قبل شوي انه congenital adrenal hyperplasia يسوي سودا بيوبرتي. شوف هنا حاطها ويا التيو بيوبرتي. هنا انا اشوف وش يقصد. هنا انا يقصد حسب فهمي للموضوع انه late treatment of CAH يقصد انه العلاج المتأخر للسي اي اتش. يعني اذا واحد عنده congenital adrenal hyperplasia وبدينا نعالجها بشكل متأخر، اوكي هذا ممكن يسوي لي true puberty. اوكي هذا يسموه محفز، يعني هو يعتبر فد محفز الى افراز الجينات اذا بدينا بالعلاج بشكل متأخر. اوكي وطبعا هي هاي شوية يعني اعتقد مفروض تتحول لهنا أنا. بس لان قال late treatment فحطها ويا نسو. اوكي هسه بس فهموا هيك، ماكو داعي نطب بيها ديب. السودو هي جين ارش اندبندنت، يعني ما تعتمد على الجين ارش، ما تعتمد على جوناتروفيك ريزنج هرمون مثل ما حكينا. هسه نجي حالاتها. اوكي خلينا نشرح هذني وبعدين نرجع على هذني حالتين. جونيدر تيومر، ممكن التيومر هاي ما حكيتها، ممكن التيومر اصلا بالاوفري او التيومر اصلا بالتستس تفرز لي هرمونات، تفرز لي التستوستيرون والاستروجين، فهذا يسوي لي بيوبرتي. ممكن ادرينال تيومر حكيتها، ممكن شو يسموه هيومن كورونيك جونوتروفين سكريتنج هيباتوبلاستوم، هاي حكيتها. اوكي هنا كان عندك بينيرال تيومر، بس حسب كلام الدكتور انه هاي لازم تتحول لهنا، يعني تصير بالتو كوزز. اوكي فهنا ممسوحه، ما عليكم هنا خطا، هنا بينيرال تيومر هنا مكانها. اوكي بعد شو يسموه كونجيتال ادرينال هايبربليج، هاي ايضا يسوي لي بيكوشس بيوبرتي. هاي الحالة كونجيتا ادينا هايبربليجيا، يعني يصير هايبربليجيا بالادرينال جلاند. هنا كاتب صفحة 100، ليش كاتب 100؟ لأن مثل ما قلت لكم انه الادرينال جلاند اكثر شيء تفرز هي تفرز تستوستيرون بس. عود هذا التستوستيرون يروح لأديبوس تشو ويتحول الى استروجين مثل ما شفنا بهاي الميكانيكية، يجي منها تستوستيرون أديبوس تشو يطلع استروجين. فهي تفرز اكثر تستوستيرون، فبما انه تفرز تستوستيرون اكثر فالحالة تصير اكثر عند الميال. اوكي ماشي. السبب ممكن بعد 6 ستيرويد انجكشن، يعني ممكن شو ممكن هاي الفيميل، خلينا نقول فيميل اوكي ما عندها تيومر ولا عندها مشاكل، بس خلينا نقول تاخذ اورال كونتراسبتيف مال امها، مثلا امها تاخذ اورال كونتراسبتيف، تجي هاي البنيه الصغيره تاخذ اورال كونتراسبتيف. الاورال كونتراسبتيف شنو هي؟ هي عباره عن ستيرويد، يعني هي الاورال كونتراسبتيف حبوب من الحمل، يا اما تكون استروجين او يا اما بروجسترون. اوكي هذين الادويه راح يساهمن بمنع الحمل، فهاي من تاخذ البنيه هي ما تزري، يعني الطفله راح يصير عندها شنو؟ ايرلي بيوبرتي. ليش؟ لان ايش صاعدها؟ صاعدها انجستشن للاستروجين. والاستروجين ايش راح يسوي؟ الاستروجين راح يروح على الجوناد يسوي لي بيوبرتي. فممكن اصلا السبب هذا كيستيان، يعني من خارج الجسم اجى. اوكي فكاتب جيرز انها اكثر شيء يصير عند الجيرز، ان هي يعني ممكن تشتبه تاخذ او بالخطا طفله تاخذ شو يسموه اورال كونتراسبتيف مال امها. اكو فد شغله يسموها ماكيون البرت سندروم، هذا عباره عن فد سندروم معين يصير فد ميوتيشن معين بجين معين، فراح يصير بها شنو؟ يصير مو عندنا الاوفري، خلينا نجيب في الصوره هسه هنا الصوره. اوكي هذه هنا مو اكو الاوفري شباب، هاي الاوفري يصير بها شنو؟ يصير بها سيست، يصير بها سيست، يعني شلون فد نمو بالأوفري. هذا النمو راح يبدي يفرز شنو؟ اشتغل لنا خط، هذا لجو راح يفرز استروجين ويفرز يعني الهرمونات السكس هرمون، فهذا يفرز الاندروجينز او مثل شنو؟ مثل استروجين. فسنفرز استروجين، استروجين ايش راح يروح؟ قلنا بس عندي استروجين خلاص يصير بيوبرتي، يروح على الأوفري يحفز بيوبرتي. اوكي هذه الحاله يسموها ماكيون البرت سندروم. اكو حاله يسموها
تيستوتوكسيكوسيس. هذا شنو الحالة؟ لنفرض هنا أنا عندي خلينا نقول تيستس، أوكي خلينا نقول عدي المياه، أوكي يعني هي اسمها تيستو توكسي كوسيس. إحنا مثل ما نعرف بالمياه مثل ما حكينا هنا اليوتيلايز هرمون راح يروح على اللايدنج سيل راح يحفز إفراز التستوستيرون، أوكي ماشي. هذا اليوتيلايز هرمون خلنا نرسم هنا مثلا هاي خلايا هاي اللايدنج سيل، أوكي عندها ريسبترات عليها، خلينا نقول بالحالة الطبيعية عندها ريسبترات هلقد ريسبترات قليلة، يجي التستوستيرون يجي عفوا اللوتينايز هرمون يرتبط ويحفز إفراز التستوستيرون، والتستوستيرون من ينفرز شو يحفز لي؟ يحفز لي بعد البيوبرتي. زين خلينا نقول صارت فت حالة اللي هي التستو توكسيكوسيس انه هاي اللايدنج سيل صار عندي عليها ريسبترات هواية كلش اللوتينايز هرمون، فحتى لو تجي كمية قليلة من التنازق وما احتلقى سبتات هواي فراح تحفز لي إفراز تستوستيرون هواي تستوستيرون، وإذا صار إفراز تستوستيرون هواي شو يصير؟ يصير early puberty. فهاي الحالة يسموها تيستو توكسي كوسيس. فهي هاي أسباب اللي بريكوشس بيوبرتي، أسباب مهمة هاي فلازم تحفظوها يا شباب. زين الدياغنوسيس of the precocious puberty شلون يصير الدياغنوسيس؟ طبعا اول شيء هيستوري اند اكزامينيشن، يعني خلينا نقول مثلا خلينا نقول تجي فد طفله الى الطبيب عندها علامات بالوجه مبكره، يبدا الطبيب يسالها ياب هاي الطفله عندها وجع مثلا، خلينا نقول عندها وجع بالراس يعني ممكن عندها تيومر بالهاي وثلاموس يسوي لي تيوب بيرتي. زين ياب هاي الطفله هل ماخذه يعني بالخط بالغلط مشتبهه ماخذ الاورال كونتراسبتيف مال امها ممكن يعني ماخذتهن وصاعدها ايرلي بيوبرتي. زين هل عندها علامات مال فيفر علامات مال مينينجايتس؟ اوكي نشوف هل عندها واحد من الاعراض مال لاني الامراض يسبب كوشت بيبرتي. اوكي اكزامينيشن شنو يعني اكزامينيشن؟ يجي يفحصها، هو يجي يجون الاهل يجيبون هاي الطفله يقول هاي عندها علامات بالوخ مبكره شو يعني هي صغيره وصاعدها بالوخ ليش؟ يجي يفحصها حسب التانر ستيج كوال الاكزامينيشن، حسب التانر ستيج مثلا يفحص البريست مالتها يشوف البريست ديفلوبمنت حسب يا ستيج ويشوف هذا الستيج مناسب لعمرها لو ما مناسب، يفحص بيوبك هير يشوف هذا بيوبك هير مناسب لعمرها لو ما مناسب، فحسب هو حسب تقدير راح يحدد ان هل هي هاي الفيميل عندها بيكوتشس بيبرتي او ما عندها. وراها التراساوند اذا هو شك بيها عندها بيكوتشس بيبرتي راح يدسها تحاليل عشان يعني تشوف ممكن يشوف مثلا اذا عندها تيومر ممكن خلينا نقول تيومر بالهايبوثالامس ممكن تيومر بال مثلا بينال تيومر، اوكي ممكن تيومر خلينا نقول بالاوفر نفسها يفرز شو يسموه الاستروجين والهرمونات. اوكي هذا الشيء ينطبق حتى للميل ممكن يسوون التيومر ممكن يعني التراساوند للتستس يشوفون. اوكي الجينرال اتش ستيميليشن تيست هذا شنو؟ هذا عباره عن في التحليل معين شو يسوون؟ يطون بالبلود انترافينوس يطون جونادوتروفين انكريزنج هرمون يطون جينرال اتش وينتظرون مده معينه ساعة أو يعني حسب مدة معينة يشوفون إذا صار أكو زيادة بالف اس اتش والال اتش معناها إنه هذا الجونادوتروفين اللي اعطيناه هذا الجونادوتروفين اللي اعطيناه راح اشتغل على نتيجة بتسوي وسوى لي زيادة بالف اس اتش والال اتش معناها هذا ترو بيوبرتي هذا معناها ترو بيوبرتي. بس إذا ما صار عندي زيادة بالف اس اتش والال اتش ولا ما اعطينا جونادوتروفين جرينز هرمون معناها شنو؟ معناها هذا يعتبر بيكوشس بيوبرتي. أوكي لأن شنو؟ لان انا اعطيت جينرال اتش وهذا ما اجى حفز انتي ابتري بمعنى انه البلوغ ما صار لين عندي اف اس اتش ولا اتش عالي. اوكي بمعنى عندي سبب ثاني عندي سودو بيوبرتي عندي سبب ثاني او يسموها هي سودو او بيرثر بيوبرتي مثلا خلينا نقول ادينا جلاند جاي تفرز التستوستيرون او فديتيوم يفرز التستوستيرون او استروجين بين الهرمونات يحفز لي بيوبرتي يعني الاف اس اتش ولا اتش لقيناهم قليلات هنا أنا. اوكي هاي والله ما نطي جينرال اتش يعني ما صار لنا تحفيز. ام ار اي هذا ايضا يعني يسوون ثاني يشوفون ام ار اي هم ممكن يفيد والهرمون السي عباره عن تحليل هرمونات مثل هرمونات الاستروجين والتستوستيرون يشوفون ذني هرمونات مستواهن ايش قد صاير بالدم او حتى الاف اس اتش والله شيء ممكن يشوفون. زين العلاج مالته تريتمنت اكسبلينيشن يوضحون للاهل وري اشورنس يعني يطمنوهم ان ايديوباثيك كوزز
يعني يطمنوهم الأهل على الأشياء، مثلا هاي يعني مو مشكلة، أو يعني راح نعطي علاج راح يتحسن حاله، يعني فد يعني explanation and reassurance، تطمين الأهل بالأسباب اللي هم الأدوية مثلا. وستوب ذا كاوزيتيف دروك، إذا مثلا في مرة تاخذ أوندر كونتراسبت لازم توقفه. أوكي، يعطون جي إن آر إتش أجونيست. هسه هاي ليش؟ هسه هاي عليها سالفة، هسه أشرحها. هاي عليها سالفة هسه نشرحها. ليش أجونيست هسه نشوف. وذا تيومر يأخذون التيومر. أوكي. شباب. هي إجتي وهو إجا طفل أو طفلة عندهم أبريكاشس بيوبرتي، عندهم بلوغ. عندهم بيوبرتي. أني يعني ليش أعطيهم جي إن آر إتش؟ أوكي، ليش أعطيهم جي إن آر إتش؟ هسه واحد يقول هم عندهم أصلا بيوبرتي، أنا يعني من أعطيهم جي إن آر إتش؟ راح يروح هذا الجي إن آر إتش شو يسوي؟ يروح هذا الجي إن آر إتش على انتربتري ويحفز إفراز إف إس إتش وإن آر إتش يزدادن، وإذا زادن إف إس إتش وإن آر إتش راح يروحن على الجونادز يزودن تستوستيرون ويزودن استروجين، فراح يصير يعني بيوبرتي أكثر. واحد يقول لي شيء، نقول له يابا هو صحيح، هو حكيك صحيح إنه هذا يقول اذا زاد الجي ان ار اتش راح يحفز لي فاز اف اس اتش، بس اللي راح يصير خليني انسخ هاي هنا الصوره يمنا حتى براحتنا. اوكي شوف عيني، اللي راح يصير شنو هو؟ انه هسه هاي الهايبوثالاموس اعطيناها جي ان ار اتش اغونست، فراح تفرز لي جونادو تروفين ريزوغرام بكميات كلش عالية، انطيناها اغونست انها محفز، هذين الكميات العالية راح تروح انت بتتري شو تسوي لي؟ تحفز لي فاز اف اس اتش وراج. اوكي بس ايش راح يصير؟ راح يصير عملية يسموها ديسنسيتايزيشن، ديسنسيتايزيشن يعني بعد هذين الانتيرا بيتري جلاند راح تقلل ريسبتراتها للاف اس اتش والار اتش، يعني عفوا للجراند اوف ريزوغرام، يعني هاي ريسبتر خلينا نقول هاي ريسبترات مالتها راح تقلص، يعني حتى لو انا عندي جي ان ار اتش زايد بس بعد هذا كميه اتش بي، فمن يجي الى تي بتريجلاند هاي سو عمليه ديسنسيتايزيشن، تكون مخلين ديسنسيتايزيشن بالممبر اند ريسبتر، هنا راح تقلل الريسبتات مالتها، من تقلل الريسبتات صحيح الجونتوفيك يزيد هرمون يعني كميته زايده، بس ماكو ريسبتات تشتغل عليها، اذا ماكو ريسبتات تشتغل عليها يعني ما راح يصير تحفز الى تي بتري، واذا ما تحفز الى تي بتري يعني ما يصير زياده بالاف اس اتش ولا ار اتش، يعني بعد راح يتوقف انتاجهم بشكل كلش كبير، فراح يقلن كلش، فلذلك راح يصير علاج للبيوبرتي. تمام زين، فالسالفه ما بيها انه احنا صحيح حطينا جينات اغونيست، اول شيء صار زياده بالجينات صحيح، بس وراها راح اول شيء صار زياده بالجينات، وهذا الجينات سوى لي زياده بالاف اس جينات، هاي بالبدايه صحيح، بس وراها من راح يبقى هذا زايد راح يصير ديسنسيتايزيشن، فهاي الريسبتات راح تقل، فبعد هذا ما يستجيب للجينات شي جون توفيك ريزن كورمان، فهي هاي السالفه لهذا السبب يعطون جي ان ار اتش اغونست. اوكي ماشي زين، وخلينا نقول مثلا ليش ما يعطون جي ان ار اتش انتاغونست مثبطات؟ ليش ما يعطون مثبطات؟ يعني اذا نعطي مثلا مثبط للجي ان ار اتش راح يصير تثبيط للهايبوثالاموس. اوكي وهايبوثالاموس اذا صار بها تثبيط بعد ما تفز جي ان ار اتش. اوكي بس شنو؟ يعني راح تكون كمية، خلنا ناخذ الحالة الثانية هنا، خلنا ناخذ الحالة الثانية هنا، خلنا نقول نطيه هنا انتاغونست، نطيه انتاغونست، جونوتوفيك ريزون انتاغونست، فهاي راح تروح على الهايبوثالاموس تقلل افراز الجينات، فالجي ان ار اتش راح تكون كميته كلش قليلة، راح تقل. راح تقل كميته بعد ما يروح يحفز اف اس اتش ار اتش، فالاف اس اتش ار اتش ايضا راح شنو يقل. بس هاي صحيح هذا الكلام، بس اللي راح يصير شنو؟ راح يصير شغله بالعكس، هاي الانتيريبيتري جلاند ايش راح تسوي؟ راح تدور مشان هذه الريسبتات مال الجي ان ار اتش، راح تدور تزود الريسبتات، شوفوا شلون جاي يصير، راح تزود الريسبتات مالتها، لان شنو؟ لان كميه الجي ان ار اتش قليله، فراح تزود الريسبتات على مود تاخذ كميه اللي تريدها. فهنا أنا من ناحية زود السبتات إنه بعد أي زيادة بالجي إن آر إتش راح تلقى سبتات عالية راح تحفز بعدين زيادة بالإف إس إتش والآر إتش. أوكي فلذلك الأنتاغونست ما يستخدموه دائما، يستخدمون أكثر شيء الجونادوتروفيك ريليزنج هرمون أغونست، يعني هي بالبداية تزيد بعدين تثبط. أوكي بس يا شباب خلصنا البيوبرتي وخلصنا البيكوشس البيوبرتي
راح نروح نحكي على الميلو باس. اوكي نجي شلون راح تصير عمليه الميلو باس. شباب مثل معناه انه الكونسيكونس هايبوثالامس انتيبيتوري اوفرين هذا الاكسس. اوكي الاوفري مثل ما نعرف شنو بيها الفوليكل. الفوليكل اللي هي شنو تحتوي على الاوسات وتحيطها الفوليكل صحيح كانها تقريبا انه يقولون هنا طبعا على عدد هنا هواية بدأت سن التكاثر. يعني هي الفيميل خلال سن التكاثر مات اللي هو من بدي يعني عمر 9 سنين الى عمر 52 سنة 400 فوليكل تنتج. اوكي فهسه من توصل العمر 52 سنة تكون كمية الفوليكل الموجودة بالأوفري قليلة فما عندي فوليكل إذا ما عندي فوليكل شي يصير مثل ما نعرف إنه هاي الفوليكل مو بها أوسايت وبها فوليكل سيل هاي تحيطها الثيكر سيل. أوكي من قلنا لكم إن الـ FSH يشتغل على الثيكر سيل يعطينا أندروجين والأندروجين يطب بالجرانيوزا سيل اللي هي هاي اللي هي نفسها فوليكل سيل اللي يشتغل عليها منه أستروجين اللي شنو عفوا يشتغل عليها الـ FSH اللي يعطيني يعطيني استروجين. هاي الثيكر سيل يشتغل على اتش وهنا يشتغل اف اس اتش فالشيء النهائي الثانيه استروجين. فاني سيتكم تصورون انه كميه الفوليكل الباقيه بالاوفري قليله فبالتالي كميه الاستروجين اللي انفرزت راح تكون شنو راح تكون قليله. ماشي اوكي بعد الفوليكل ايش تفرز شبابنا تفرز مو بس استروجين تفرز بعد شنو تفرز انهبين. خلينا نجي نجيب هاي الصوره على مود يعني مندوخه احنا فاكو صورة هنا انا ايه وينها زين لا هاي ما هاي ما الميل هاي ما الفيميل. اي شباب مثل ما نعرف انه شنو انه هاي الجرانيوزا سيل مو فزت الاستروجين بس وتفز ايضا انهيبين. اها اذا ايش راح يصير يعني هي تفز انهيبين. اوكي ايش راح يصير هنا كميه انهيبين راح تكون قليله لو تزداد طبعا قليله ليش لان هو اصلا فوليكول قليل فاذا الانهبين مين يطلع مو يطلع من الفوليكل اذا كمية الانهبين راح تكون قليلة اللي يطلع تحديدا من شنو من الجرانيولوزا سيل تفرز استروجين وهاي الانهبين هاي نعرفها فاذا ما عندي استروجين وما عندي انهبين وبنفس الوقت ان الثيكر سيل ايضا راح تكون قليلة. ليش؟ لان كمية الفوليكل قليلة يعني وين تقانها انه بدأت خلينا نقول عندها مثلا فت 400 فوليكل وين خلينا نقول يوصل فت 10 بنهاية السن التكاثري فهذا شنو يعتبر عدد قليل. اوكي طبعا هذا 400 عدد اقصد يعني هذا من بدايه سن التكاثر الى حد ما المينوبوز يصير كميه الفوليكل اللي تنتج خلال يعني كميه البيول تنتج من الفيميل. فهنا انا هسه صار عندي استروجين قليل. اوكي ماشي هاي الجرانيوزا سيل استروجين وانهبين الاستروجين شنو صار قليل والانهبين صار شنو قليل والثيكا سيل اندروجين تفرز اندروجين صار شنو قليل. هسه من يحفز لي افراز الاستروجين والانهبين من الجانوز عفل ال FSH هذا ال FSH يجي من على الجانوز يصير يحفز استروجين وانهبين. فهسه اذا عد الاستروجين والانهبين قليله شو راح يصير؟ راح يجي شنو؟ هذا راح يجي تحفيز اما لل FSH منه يجي تحفيز للهايبوثالاموس يقول له يابا انا عندي كميه قليله مال الاندروجين مال الاستروجين والانهبين فراح تجي هنا تفز جي ان ار اتش يزداد كميته تفرز جي ان ار اتش وهذا يروح على الانتيبيتري راح يحفز لي افراز اف اس اتش ولا اتش او ممكن هي مباشره تجي هاي تحفز الانتيبيتري يعني هاي هذا لان قليل يروح مباشره يحفز الانتيبيتري. فالمهم راح يصير زياده بالاف اس اتش سكريشن بنفس الوقت زياده بالال اتش سكريشن. ليش ال اتش هم يزداد؟ معدي هم يعني ال اتش هم يساهم بعمليه انتاج الاستروجين مو يكون اندروجين اذا اهم اذا استروجين قليل انا احتاج ال اتش عمود اكون استروجين فاذا راح يكون ال اتش ايضا قليل ايضا عفوا راح يزداد من الانتيرا بتستوي. اذا ايش صار عندي هسه؟ عندي هسه مرحله المينوبوز مرحله المينوبوز الاوفري ما بيها فوليكل هواي فالاستروجين والانهبين قلل فايش صار عندي؟ صار تحفيز المن الى افراز الاف اس اتش وال اتش من الانتيرا بتستوي. هسه اكو فد شغله مهمه برايكم من راح يزداد اكثر الاف اس اتش ولا ال اتش راح يزداد؟ خلينا نجي نشوف. طبعا راح اقول لكم الاف اس اتش راح يزداد اكثر هسه تقولوا ليش هسه نقول لكم ليش. شوف يعني ال FSH من يحفز ال FSH كان يحفز لي افراز استروجين ويحفز لي افراز انهبين من الجرانيولوزا سيل. اوكي
فإذا عد الاستروجين قليل راح تحفز الاف اس اتش، وإذا عد الانهبي قليل تحفز الاف اس اتش، فأنا عندي اثنين قليلات، فكأنه الاف اس اتش راح تحفز بنسبة مضاعفة، لأن يعني عندي استروجين قليل وعندي انهبين أيضا قليل. ماشي. بينما اللوتينايزنج هرمون راح يتحفز لأن عندي الاندروجينز قليلة. تمام؟ أو معنى ثاني نقدر نقول لأن عندي الاستروجين قليل. أها إذا شنو؟ إذا الالتش تحفز بس لأن عندي استروجين قليل، بس الاف اس يتحفز لأن عندي استروجين قليل وعندي انهبين قليل، فكأنه يتحفز بشكل مضاعف. لذلك هذا يعني راح يتحفز إفرازه الاف اس اتش بشكل مضاعف من الانتيبتري، فراح تكون كمية الاف اس اتش أكثر من كمية اللوتينايزنج هرمون بالمينوبوز. اوكي اذا هسه شنو قلنا؟ الاف اس اتش زاد اكثر من ال اتش. خلينا نشوف هنا بهذا في الدجراف. حلو هنا نجي نشوف. شوف يعني هنا هذا شنو هنا عندي هذا الاكسس وهذا الاكسس. الاكسس هذا يحكي لي على التوتال يونري جونادوتروفين، يعني كميه الجونادوتروفين اللي يصيرها سكريشن من البودي عن طريق اليورين. هاي الشهرة هنا. اوكي نجي هنا عندي الايج، هنا عندي الايج، بس خلينا نشوف هاي البيوبرتي. شوفوا كمية الاف اس اتش هنا، طبعا الاف اس اتش والالتش، شوفوا كمية الاف اس اتش والالتش هنا بيوبرتي شوية تزداد. اوكي وصلت هاي هنا خلال الحياة، هاي كميتها. اوكي كمية الاف اس اتش والالتش خلال الحياة الطبيعية، هاي وصلنا الى سن 40. هاي بالنسبة للفيميل، الاحمر هو الفيميل، خلينا نقول نحكي على الفيميل. وصلنا الى سن 40، من وصلنا لسن 40 بالفيميل راح تبدي خطوات المينوبوز. اوكي طبعا هو المينوبوز يصير الى عمر 52، بس اكو فد شيء يسموه بيري مينوبوزال بيريد، تكون 10 سنين مدتها، يعني خلينا نقول تبدي من عمر 40 تنتهي الى او بدايه المينوبوز. اوكي يعني هاي حسب هي هاي فاريشن بيها كوم فاريشن، بس خلينا نقول هي 10 سنوات تكون مدتها، هاي بيري مينوبوزال تكون، يعني ممكن اصلا تكون حتى 5 سنوات قبل المينوبوز وخمس سنوات بعد المينوبوز، فممكن تبدي من 45 الى مثلا 55، هاي يسموها بيري مينوبوزال بيريد. اوكي قلنا فاريشن هاي ممكن يصير. زين فهسه خلينا نقول هنا هاي الفيميل طبت بالمراحل مال المينوبوز، يساعدها ايش صار عندها استروجين وانهبين قلل، شوفوا شلون صارت عندي زياده بالاف اس اتش والال اتش. عيدكم تركزون بهذا الفكره انه كميتهن الفيرزن بالمينوبوز، كميه اف اس اتش والال اتش بالمينوبوز اكثر من كميتهن بالحياه الطبيعيه، باكثر من كميتهن بالبيوبرتي. شوفوا لاحظوا شلون؟ اها عدنا هاي ليش صارت كمية اف اس اتش والله اكثر من الطبيعي؟ لان هنا شو؟ لان هنا اصلا استروجين لان اصلا اي لان استروجين وانهبين اصلا قليلات، فصار عندي تحفيز لاف اس اتش والله اتش سكريشن. اوكي وقلنا الاف اس اتش راح يكون اكثر من ال اتش. ماشي شوفوا هنا نهاية العمر مثلا عمر 70 الى 80 تبدي بعد تتعب، بعد اصلا تبدي بعد بتفص، فهاي تروح. زين اما بالنسبة للميل فهو يبقى كميته يعني مو مثل ما توصل كمية اف اس اتش ولا اتش عند الميل كلش عالية، مو مثل الفيميل. اوكي لان قلنا انه الميل تبقى عملية سبيرماتوجينيسيس تبقى طول العمر عنده. ماشي هاي فقط عملية هيك عندكم تفهموها هاي السالفة. فهسه هاي بالنسبة للمينوبوز، بعد شنو ايش عندنا؟ هسه عرفنا شلون صارت وعرفنا هرمونات شلون تغيرت. شو يصير بالمينوبوز؟ شنو التغيرات اللي يصير؟ راح ناخذ تغيرات على العظم على البون وتغيرات على الاندوميتريوم نفسه. ايش راح يصير شباب؟ يقولون انه بالمينوبوز هذا الاندوميتوم هذا مو اليوترس وهاي الفاجينا منه، هذا راح يصير بي ثينينج، راح يصير نحيف كلش. فهنا شوفوا هاي هنا هاي البريمينوبوز، هاي قلت لكم الفتره اللي تكون قبل المينوبوز بخمس سنين، هاي يعني استروجين عفوا هنا هذا الجدار بعده ثيك، لان بعده ما بدا المينوبوز، هنا شوي شوي راح تبدي خطوات تصير مال المينوبوز. راح يصير شنو؟ اها شوف الجدار شلون صار هنا ثين بالبوست مينوبوز، هذا الجدار صار هنا ثين. اوكي صار جدار بعد هذا مال اليوترس ثين. ماشي بعد قبل المينوبوز انه ماكو او عفوا اكو بيريود بس تكون irregular. ليش irregular؟ لان دخلنا بمرحله البيري مينوبوز، قلنا هاي المرحله خمس سنين قبل المينوبوز، خلينا نقول تبدي هاي تبدي يعني تبدي شوي شوي السايكل المنستر سايكل تصير يعني irregular، فيصير administration irregular. اوكي وهنا وهذا صحيح هو thickening، بس يقول thickening of the uterine lining varies according to hormone level، يعني راح يبدي هذا thickening هذا الشيء اللي حيط يعني شلون هذا التسخن بجدار الاندوميتريوم يبدي شوي شوي يبدي يخف
هاي بالبريمينوبوزل لحد ما نوصل للمينوبوز ويكون شيء كلش نحيف. بعد هنا شنو بوجستون نوت بدوس اوفيشن دوس الاكل، طبعا هاي نعرف هالسالفه، والاوفيشن ايضا تكون ايريجولار تمام. هاي بالشنو بالبريمينوبوز بعدنا يعني 5 سنين خلينا نقول قبل المينوبوز، الاستروجين يعني الاوفيشن يصير ايريجولار، الميستاسايكل يصير ايريجولار، والاستروجين ايضا يقل. ليش؟ لان يبدا الايج يقل، فيبدا الاستروجين يقل شوي شوي. هنا راح نوصل للمينوبوز، هاي بوست مينوبوز، لقينا انه الاندوميتم هذا صار ثن ماشي، لقينا انه هنا أنا ماكو بيريود، اوفرين سايكل ما تصير، بروجستون ما ينفرز، وهنا اكو فيري ليتل، هنا مو النوب هنا مو ليتل هنا فيري ليتل استروجين ريليزد، يعني ما عندي فوليكل. زين ماشي. بعد شي يصير شوف اكو فد شي يسموه فاجينال روجي، يشوفون هذني هنا خطور صاير بالفاجينال، هاي اسمها فاجينال روجي، هاي ولا مينوبوز يتروح، هسه هذا فلات بعد ما عد ماكو روجي عند الفيميل. هذني الشهات اللي تصير باليوترس بالفاجينا. بعد شهر انه راح يصير انتماش بالحجم مال اليوترس، هذا حجمه راح يصير كلش صغير، هذا بالبوست مينوبوز، هاي عند الفيميل. بعد اكو فد شغله، اكو فد تاثير على البون، فد تاثير على البون، شنو التاثير على البون؟ شبابنا احنا تذكرون من حكينا احنا مو قلنا انه الاستروجين يثبط الاوستيوكلاست، هاي الخليه اللي تاكل العظم، فاذا عندك صارت كميه الاستروجين قليله بالمينوبوز اذا صارت كميه استروجين قليله بعد ما اكو شيء يوقف الاوستيوكلاست، فالاوستيوكلاست راح تشتغل وحدها، فراح يصير هدم للعظم، فيصير اوستيوبوروسيس، فممكن يصير ايضا شنو؟ خلينا نكتبها اوستيوبوروسيس. ليش؟ لان الاستروجين قليل صار، واحنا قلنا الاستروجين مهم جدا يثبط الاوستيوكلاست. اوكي. هسه اخر شيء بقالنا في الشيء راح ناخذ السيمبتوم اوف ذا مينوبوز، يعني من تصير عندها فيميل مينوبوز وراها البوست مينوبوز بيت عندها في السيمبتوم تطلع. اول شيء هوت فلوشز، يا اما يقول هوت فلوشز او هوت فلاشز، يا اما اي او يو عادي نفس الشيء. هاي شنو سببها؟ شوف عيني، هي طبعا هاي الحاله شنو معناها؟ اول شيء هاي معناها انه يصير فازو دايليشن بالبلود فيزل اللي تكون قريبه من السكن، سوبرفيشال السكن. هذا الفازو دايليشن يؤدي الى انه الفيميل تبدا تحس بحراره، تحس جسمها حار. ليش؟ لان هذا البلود صار قريب من السكن، صار فازو دايليشن بالبلود فيزل، فاجا بالبلود فيزل كميه دم اكبر. مثل ما نعرف انه الدم هو يكون درجة حرارته 37، يعني درجة حرارته هو يعني تكون warm يعني الدم، فبالتالي شنو؟ بالتالي راح يكون تحس الفيميل انه هي اثر حرارة، يعني تحس شلون موجه نار. هذا شنو سببها؟ هسه هاي شنو سببها؟ سببها خلينا نجي طبعا هو اكو ثيوري، يعني هو unknown cause، بس اكو ثيوري لقيت خليني افهمكم اياها على مود نفهم. هذا هسه الهايبوثلاموس، نجي ناخذ هذا شنو هسه؟ هاي نيرفات بالهايبوثلاموس. اكو فد شيء اسمه تريبتوفان، فد امينو اسيد يتحول الى هذا شنو هذا؟ 5 HT، هذا نفسه السيروتونين، هذا نيوروترانسميتر. عمليه تحويل التريبتوفان الى سيروتونين هو يساهم بها الاستروجين. اوكي ماشي، هاي استفهمناها، هاي بحاله طبيعيه، هاي قبل المينوبوز. اوكي، هذا السيروتونين شنو راح ينفرز من هذا النيرف؟ هذا النيرف تيرمينال، هذا يجي على البوست سينابتيك، هذا هنا النيرف الثاني، على ريسبتات. هاي ريسبتات الزرق يسموها هايبوثيرميا، يعني اذا اجى السيروتونين ارتبط على هذا الريسبتر شو يصير؟ تدخل درجه حراره الجسم، واذا اجى السيروتونين ارتبط على هذا الريسبتر شو يصير؟ تزداد درجه حراره الجسم. مثل ما تعرفون انه الهايبوثيرموس، يعني هاي معلومه لازم نعرفها، الهايبوثيرموس هو العضو اللي ينظم لي الكور بودي تمبرشر، درجه حراره الجسم الاساسيه، هاي الكور هو هاي من الهايبوثلاموس. فهسه هاي بالحاله الطبيعيه مثل ما تشوفون عدد الريسبتات اللي تسوي لي تقريبا درجه حراره، عدد الريسبتات اللي يزيد درجه حراره تقريبا متساوي، فهنا درجه حراره تكون معتدله مع الجسم. زين، هاي نفسها البري مينوبوز قبل المينوبوز، هاي كميه التستوستيرون، كميه السيروتونين طبيعيه والريسبتات طبيعيه. بالبوست مينوبوز ايش راح يصير؟ لقوا انه الاستروجين، احنا مو قلنا الاستروجين يحفز تكوين السيروتونين، فبعد ما عندي استروجين فصارت كمية السيروتونين قليلة. شوفوا شلون السيروتونين هنا صار قليل، هنا صار السيروتونين شلون قليل ماشي. وبعد شغلة لقوا انه الاستروجين من صار قليل راح تزداد هاي الريسبتات اللي تسوي لي هايبرثيرميا، هذا الريسبتات الحمر ازدادن،
فبما انه ازداد هاي السيروتونين اللي راح يطلع من هذا النيرف راح يجي يرتبط هنا عندي ريسبتات اكثر تسوي لي هايبرثيرميا. فايش راح يصير هنا؟ يرتبط السيروتونين على هذه الريسبتات. خلنا نسمع اخضر عن بنفس لونه. يجي السيروتونين هنا ويسوي لنا شنو؟ يسوي هايبرثيرميا. وش راح يصير؟ راح يصير يعني شنو؟ فازو دايليشن ان بلود فيزل. فش يصير انكريز ان ذا بودي تمبرتشر. انكريز ان ذا بودي تمبرتشر. هذه سيميكانيكية حكيتها لكم، يعني هي ما مطالبين بها بس هاي عمود نفهم انه ليش صار زيادة بالبودي تمبرتشر. هاي هوت فلاش. بعد اكو فت شغلة ثانية اللي هي شنو؟ نايت سويتس. تصير يعني تعرق الفيميل بالليل. هذا ايضا علامة من علامات بوست ميلوبوس. هسه هذا خلصنا الموضوع على الرسم، نجي نشوفه على الحكي هذا بالمنزمة. End of reproductive end of reproductive life بالفيميل. دكليماكتريك اللي هو سن اليأس او مينوبوز. هرمونال تشينج ذات ليد تو فيتشر اوف مينوبوز. بريمينوبوز. بريمينوبوز يعني شنو؟ يعني قبل 40 سنة. اوكي. تشينج ان ذا منستر سايكل. بس هاي قلنا راح تبدي الشهادة اللي تحدث لي قبل لا تحدث مينوبوز. اوكي. الفوليكولار فيز راح يصير قليل. احنا عندنا الاوفرنا سايكل بها فوليكولار فيز وبها لوتيال فيز وبها اوفلتر فيز وبها فيز. هنا فوليكولار فيز راح يصير وقت قليل، هو كان من يوم 1 الى يوم 14 راح يقل وقتها. هنا بعد اوفيليشن ايرلي اور ابسنت. عمليه الاوفيليشن قلنا ممكن تكون يعني ايرجولار، هنا قبل شيء قلنا ايرجولار يعني ممكن تكون ايرلي. اوكي ممكن تكون ابسنت. ما هي كمية استروجين تبدي تقل، ليس استروجين سكريتد. اوكي ماشي. فراح يصير يقول ليس نيجاتيف فيدباك، فالال اتش والاف اس اتش راح يزدادن. اوكي يعني الاستروجين قليل بعد ماكو، احنا نعرف انها نيجاتيف فيدباك مين جاي من يزداد الاستروجين راح يثبط اف اس اتش. اذا الاستروجين قليل ماكو نيجاتيف فيدباك. يقول اف اس اتش رايز مور دو تو لوز اوف انهبين 2 هاي حكيتها. اوكي ريديوس فيرتيلتي طبعا راح تقلل قدرة الفيما على الاخصاب، بس يصير ممكن يعني تقدر to get pregnant يعني ممكن تحمل، ممكن تصير pregnant بس شنو تقل يعني هاي الاحتمالية. cessation of menstrual cycle هاي هسه وصلنا للمينوبوز. هذيك الخطوات كان قبل المينوبوز، هنا وصلنا للمينوبوز. ايش صار عندي؟ وقفت المينوستر سايكل. اوكي طبعا اكثر شيء يصير age of 51 قبل شوي قلت لكم 52 بس هو يقول but varies يعني انا قريتها بمصدر كاتب 52 هناك كاتب 51 عادي يعني تختلف هي من 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 فيميل الى فيميل ثانية. فيميل هاز زون اوت اوف فوليكول، قلنا ان الفوليكول صار عادة كلش قليل. استروجين ليفل فول دراماتيكلي، ليس نيجاتيف فيدباك هاي حكيتها. الاف اس جايز اف اس جايز دراماتيكلي دو دوز اوف ان ان بي 2. اوكي هذه هنا في دوس سيميقان لانتر ستيج، هاي بالحالات اللي هي قبل حالات قبل المينوبوز. من قلنا عندنا هايبوثلاموس جينا اتش انتبتري اف اس ال اتش، هاي شنو صار عندي زياده الاستروجين والانهبين. من قلنا انترميديت اماونت اوف استروجين راح يروح يثبط الفاز اف اس اتش، والانهبين ايضا يثبط الفاز اف اس اتش، والاستروجين يثبط الفاز ال اتش ايضا. هاي قبل يعني حالات طبيعيه. من وصلنا للمينوبوز ايش راح يصير؟ ما عندي انهبين، ما عندي استروجين، وما عندي انهبين. فاللي راح يصير هاي النيجاتيف فيدباك راح تروح، فراح تصير بوزيتيف فيدباك، فالاف اس اتش راح يزيد والاف اتش راح يزيد، والاف اس اتش يزيد اكثر لان صار عندي يعني لان الاستروجين قليل والانهبين قليل، اثنيناتهم هذني راح يحفزن زياده بالاف اس اتش، بس الال اتش راح يزداد بس لان عندي استروجين قليل. بعد هاي افكت اوف مينوبوز الفاسكول هاي الهوت فلاش هاي حكيناها، تصير ب 80% تساوي ديجري اوف فيميل. ترانزيت رايزز ان سكين تمبرتشر اند فلاش يعني تصير زياده تدريجيه بدشحات الجسم. هاي يقول علاجها بالاستروجين تريتمنت، يقول so must be due to decrease in estrogen. يعني يقول هو احنا من نعطيها استروجين نشوفها تتحسن، فلذلك سببهم هو استروجين نقصانه. وهو يعني فعلا انه من شفنا هنا استروجين من صار قليل صار عندي هذا النسبتات الحمر زادن والسيروتونين كميتها قلت، فصار عندي هايبرثيرميا، صار عندي فازو دايليش. فهي بسبب انه نقصان استروجين، فلذلك نعالج نعطي اكسجين نعطي استروجين تتعالج. بعد استروجين سنسيتيف تيشو مثل شنو؟ اليوترس. اليوترس راح يصير ريجريشن اوف اندوميتر راح تقل، شرينج اوف مايوميتر راح يصير بيها شلون شرينج راح
تتخلص هاي الميامتهم، عضلات ميامتهم راح تتخلص اللي هي وينها؟ مثل ما تعرفون انه الطبقات، خلينا نشوفها، هاي هي الميامتهم، اوكي هاي الاندوميتهم، هاي راح تقل طبقاتها. طبعا ما ادري ايش حاطين صوره الود، يعني احنا نحكي على اليوترس حتى صوره الود، غير تحط صوره اليوترس حتى نباع، ما اعرف شنو الفكره من هاي السالفه. اوكي shrinks away into a very small organ، راح تبدي يصير كلش سمول، كلش عضو كلش صغير اليوترس، هاي بالنسبه لليوترس. السيرفكس بي ثين، هاي من قلنا انه هنا thinning of the cervix of the uterus، حتى اليوترس كله يصير بي thinning. فجانا الروجيه لوست حكيتها، فيصير thinner، يصير less distensible، الفجانا بعد ما يتوسع بسهوله. اوكي involution of some breast تشو، البريست راح يبدي اضمحلال، يعني شلون راح يبدي تاكل تشو مال البريست، راح يبدي اضمحلاله. change in the skin، يبدي يتغير لون السكن، reduction in bladder tone، وايضا يعني لقوا انه هاي الفيميل بوست مينوبوز تبدي البلادر تون تتغير، يعني شنو؟ يعني اليورينيشن مالتها يبدي يتغير التون مالتها، يعني هي متعوده مثلا يومين او يعني حسب التعويض مالتها، هي ايش كم مره يصير لها يورينيشن تبدي هاي التون تتغير. اما بالنسبه للبون، فالبون ماس ريدوست باي 2.5 بير يير اوف فور سيفرال ييرز، ليش راح تقل تبدي البون ماس؟ لان اوستيوكلاست بعد ماكو شيء يثبطها فتبدي تقل، فيصير انكريز ذا ابزوربشن ريليتيف تو برودكشن اوستيوبوروسيس. يقول هاي الاوستيوبوروسيس ماتش جريتر ان سم ذان اذر، يعني لقوا انها تختلف، يعني في بعض الفيميل تكون اكثر من فيميل ثاني حسب. يقول ميجر ريزون اوف فراكشر ليتر لايف، طبعا يصير فراكشر من وراها، كان بي ليميتد باي استروجين، من يطلع استروجين راح شنو يتعالج؟ ليش تعالج؟ استروجين راح يثبط اوستيوكلاست فتتعالج. هرمون ريبليسمنت ثيرابي، يقول هذا ريليف سيمبتوم اوف مينوفوز اورالي اور توبيكالي باي باث شارجر، هذا شنو سالفته؟ يعطون هرمونات مثل استروجين للفيميل، هذا شنو راح شلون يعدل لي شويه من السيمبتوم مال المينوفوز؟ الهوت فلاش راح يصححها، هذا شو يسموها البون، مو قلنا بون يصير اوستيوبوس راح يصححها، ليش؟ لان يثبط اوستيوكلاست. زين هذا يقول توبيكالي باي باتش او جل، يعني ممكن اورالي حبايه تاخذها الفيميل، او توبيكالي مثلا على الفاجينا، اوكي يحطون باتش ملصقات او جل، ممكن هذا ايضا يساعد. هذا يقول كان ليميت اوستيوبوسس بس نو لونجر ريكومندد فور فيرست لاين برودكشن، هسه الاستروجين هو يعني شلون no longer recommended for first line of protection، يعني بعد ما حاليا بعد هو ما يستخدم الاستروجين كعلاج للاوستيو، احنا صحيح الاوستيوبوسيس، احنا صحيح قلنا الاستروجين هو اللي يجي يثبط الاوستيوكلاست، اوكي بس لقوا انه هذا الاستروجين بمشاكل ثانيه، احنا نعرف شنو المشاكل الثانيه، فلذلك بعد ما يستخدموه كعلاج الاوستيوبوسيس يستخدمون في شيء اسمه الباي فوسفوناتيز، هذا شنو هذا؟ هذا عبارة عن مادة تروح تسوي inhibition of osteoclast، إذا نفس شغل الاستروجين بس هاي ما بيها مشاكل، فهاي now recommended. أوكي هسه ليش ما نستخدم الاستروجين؟ لأن يقولون إنه not advised for cardiac protection على مود شنو؟ على مود حماية للهات. ليش؟ لأن لقوا يا شباب، لقوا إنه العلاج بالاستروجين بالبوست مينوبوز وومن لقوا إنه يزيد الريسك of cardiovascular disease، هاي في الإحصائية ولقوها، تمام؟ فهذه لقى ذلك الاستروجين بعد ما يستعملوه، فلذلك هنا حولنا على الباي فوسفوناتيز. فلهنا هاي المحاضره خلصت، ان شاء الله استفاديتوا وان شاء الله فهمتوا، حاولت اشرح كل شيء بالتفصيل. اي سؤال عندكم اسالونا على القناه او اسالونا على حسابي الشخصي او على اليوتيوب، وان شاء الله نجاوبكم، وشكرا للمتابعه ومع السلامه.